صباح الخير، وياكم دكتورة رقية بالمحاضرة الثالثة من الصناعية. اليوم راح ناخذ محاضرة تكون على جزئين موجودة. الجزء الأول هو التابلت ديزاين اند فورميشن، شلون نكون الأقراص، المراحل مالتها. طبعا هي فد بداية لطيفة عن الموضوع، انه اكو بعض الاقراص من كونها نضطر نحط لها فد اشياء تخففها، نضطر نحط لها فد اشياء زيتية او فد اشياء تربطها او اشياء تفرقها. راح نعرف احنا ليش اكو ادوية او ليش اكو حبوب يحتاجن هيجي. مثلا الاشياء اللي تفرق، يقول لك انا راح اخذ قرص واحد من قبل عن طريق الفم يوصل للانتستين او يوصل للامعاء، راح يبدي يتفكك. فلهذا السبب انا احتاج الديسانتجريشن، تمام، ماتيريال، يعني انه راح نعرف ان شنو ذن الديسانتجريشن. بالنسبه للديليوتد، يقول انه اكو بعضهن يكون الطوز مالته كميته صغيره، فانا احتاج اكثر هاي الماده. فش اسوي؟ اجيب اشياء ديليوتد تخفف المحلول او تمليه، وراح نعرف مثل من وشنو هن الاكثر استخداما، شنو الفوائد مالتهن وشنو السلبيات مالتهن، وراح نوظفهن حسب الاستفاده مالتنا. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني راح نحكي عن التابلت فورمينج ماشين، انه راح نعرف الجهاز اللي يكون لي او يطبع او يضغط هذه الأدوية الصغار أو هذه الحبوب الصغار اللي احنا توصلنا مسلفنات وجاهزات. راح نعرف شنو أجزاء هذا الجهاز، شنو هو الميكانيكية مع عمله، شنو هي المشاكل وملاحظات عن المشاكل، وشلون راح نحل المشاكل. إن شاء الله كلنا راح نشرحها بالتدريج شغلة بيا شغلة. هسه نبدأ بالمحاضرة الثالثة للتابلت ديزاين فورمولاشن عن تابلت كومبريشن اوبريشن. اول شيء عندنا conventional oral tablet for ingestion usually contain the same classes of component. يعني يقول conventional بشكل تقليدي، انه التابلت الادوية او الحبوب اللي احنا ناخذها نسوي ingestion، نهضمهن. ingestion بمعنى كلمة هضم. غالبا contain the same class of component، تحتوي على نفس الـ خط او نفس الصنف من المكونات. اوكي، in addition to active ingredients، يعني مكون واحد او اكثر ingredients، sorry. يقول غالبا one or more agent functional، يعني يقول احنا اغلب الحبوب اللي احنا نبلعها غالبا ما يكونون يحتوون على نفس الصنف من شو اسمه من المركبات، ويكون ذني اكتف، يعني شنو فعالات. اوكي، واحد او اكثر، يعني one or more. ممكن تحتوي على diluent، يعني شنو، عفوا خلينا نحط له هايلايت. يقول ممكن يحتوي على diluent، يعني نخفف بي. اوكي، احنا نفسر شنو معنى كلمة نخفف، احنا ليش نحتاج نخفف الشيء او نزود كميته. ممكن تحتوي على binder، يعني هاي الأدوية ممكن أحتاج أني binder، أعطيها binder يعني فشي يربطها، يسوي لي an adhesion، يعني تماسك بين الباودر مال الحباية. شايفين هذا الباودر قدامنا بالصورة، أنا أحتاج أخليه يتماسك، ممكن يعني binder أو مثل ما قلنا diluent. يعني هسا راح ندرسها بالسلايدات، تجي إنه مثلا إذا كميته قليلة كانت. حلو، زين. ممكن اني احتاج disintegrant، يعني شنو، يعني اقلل او افكك الاواصر. هذا الانتجريشن بين اللي صاير التآصر، اني احتاج افككه، فممكن استخدم disintegrant، مواد disintegrant احطن وين، احطن وين الحبوب. اوكي، ممكن استخدم لابريكنت. اللابريكنت هي يعني ماده مثل الشمعيه او ماده هيك، يعني ترطب، لابريكنت تسوي لابريكيشن ترطبه. اوكي، فهي ماده مثل الشمعيه، بس هم راح نعرف شنو فوائدها هاي بالمحاضرات التجي. some tablet formulation may be additionally required، يقول لك بعض الادويه additionally يعني بشكل اضافي require، تحتاج flow barometer. شنو هذا الفلو بارامتر؟ هذا شو اسمه، يحسن مظهر الحباية، يعني يعزز القالب، يعني يخليها متماسكة. حلو، هذا الأصفر، هذا السدان يطلع قدامنا، هذا نقدر نعتبره كفلو شو اسمه فلو بارامتر. همين أدي هنا الصورة، هذا همين أقدر أعتبره
flow barometer، هذا يخلي الباودر يتماسك وأقدر أصيغه بشكل، يعني أقدر أحطه بشكل هندسي مثلا دائري بيضوي مستطيل، تمام؟ هذا صح له flow barometer. أو ممكن ما يحتاج flow barometer، ممكن flow barometer ممكن ما يحتاج، ممكن يحتاج colorants. شنو colorants؟ يعني أحط له داي. شنو يعني داي؟ يعني أحط له صبغة. مثل ما نعرف احنا ساعدنا الأدوية ممكن لونها أحمر لونها أخضر، يعني تختلف، هي غالبا أبيض. بس مثلا إذا شايفين الـ OCP الـ Oral Contraceptive Pills حبوب منع الحمل، يصير غالبا لونها أحمر على رمادي أو ماروني طوخ، يعني ألوان مختلفة. هذا أبسط مثال. فممكن احنا قلنا أول شيء ممكن نحطه نسوي له ديليوشن نخففه، أو ممكن بايندر نربطهن، ممكن نحتاج ديسانتجريشن نفككه، ممكن لابريكانت. لابريكانت يعني شنو؟ مادة صمغية أو شمعية أو مادة مرطبة، تمام؟ قلنا ممكن يحتاج فلو بارامتر في شيء يعزز قالبه ويحسن مظهره، ممكن كالرانس يعني نضيف له لون، وممكن آخر شيء جيوبل. الآن بالجيوبل تابلت، شنو يعني جيوبل تابلت؟ جيوبل تابلت يعني تابلت هذين اللي احنا ناخذهن ونقرطهن مثل حب القرط. كلنا نعرف حب القرط اللي نستخدمه لما واحد يصير عنده جالي، هذا حب القرط اللي نستخدمه أثناء الجالي يصحوا له جيوبل تابلت، يعني جيوبل تمضغه. هذين الجيوبل تابلت أنا ما أقدر، هي نفس المادة الكيميائية المرة أنطيهم إياه. فلهذا السبب شو حط لها؟ flavors and sweeteners، يعني شنو حط لها؟ نكهات وفد أشياء هيك محلية، أوكي؟ أحنا ما يحطوا لها غالبا محلية، بس ممكن يحطوا لها نكهات مثلا نعناع أو شيء، بس حتى يخلوها قابلة للمضغ. هذين السويتنرز أو الأشياء المحلية غالبا ما يحطوها بالأدوية مال الأطفال. إذا تعدون مثلا شوفون أدوية مال قحة، إذا أخوانكم أو أطفالكم يعني أدوية القحة مالتهم تصب بالفراولة بالموز، يعني فتيجي أشياء مطيبة على مود يقدرون يشربوها. ممكن بعد الأدوية أحتاج أعطيهم أحط لهم بها سويتنر، تمام؟ أو فلافر، قلنا مثل شو الفلافر؟ قلنا مثل حب القرط بنعناع، ممكن بأي شيء اسمه سهم همين أنا شايفة، تمام؟ هسه راح نجي ندرسهم واحدة واحدة. أول واحدة اللي هي دوريانس. الدوريانس أو المخففات، شنو يعني؟ يقول دوريانس هي فيلرز designed to make up the required bulk of the tablet، أوكي؟ يعني يقول هي designed، هي فيلرز، أشياء فيلرز، فيلرز يعني تملي. شايفين هذا الفيلر اللي يحطوه للحلق، سوري للشفايف، يعني هذه الشفايف مثلا واحدة ما عندها شفايف وتجي تنفخ فيلر تملي، فهو بالضبط الدوريانس نفس الفيلر. يقولك انه هذا فيلر انا احطه في شيء يملي يوسع يكبر، make required bulk of tablet. شو وقت انا احطه؟ لما الدرج دوزج itself inadequate to produce this bulk. يعني راح اشبه لكم اياه حاله من حال الفيلر مال الشفه. الشفه من تكون صغيره انا اجي احتاج امليها تكون كبيره، بالضبط هيك شيء. الطوز مال الدواء، الطوز مال الحبايه اذا كان صغير أنا ما أقدر أزوده، انتبهوا لي لهاي الشغلة. أنا إذا زودت الطوز مال الحباية معناها راح تزداد الفعالية مالته، راح تزداد. يعني مثلا بدل ما أنا أعطي 50 ملي جرام، ممكن حتى كولي حباية صغيرة وأنا لازم أحط 500 ملي جرام، يعني سايد إفكت أضرار جانبية، يعني يكون أخطر من البسيطة اللي أنا أريده. أنا ما أحتاجه بس بهاي المرحلة، أحتاجه همين حتى أصنع الأدوية مال الأطفال. يعني شايفين الأدوية مال الأطفال الدوز أو الكمية اللي نعطيهم إياها، يعني هي فشي كلش بسيط، أقل من نص اللي نعطي للبالغين. فيقول لك أني هذا الطوز عندي قليل، فأحتاج مادة تملي على هذا الطوز وتسوي لي بلك أو تسوي لي تابلت، يعني حباية طبيعية. فشي جيبين أحطن؟ أحط مواد فيلر ديسايند، يعني مواد تمليها اللي هي مثل إيش؟ مثل الدوليونتس، اوكي؟ حتى تخليها تصير حبايه بشكل مقبول، اوكي؟ زين لسه تقولون دكتور ليش ما نسويها صغيره كلش؟ صغيره كلش يعني شنو؟ ما تنكمش بالايد؟ يعني هيجي شنو يعني ايش قد صغرها من اللي ما تاخذوها مثلا ما تنكمش بالايد؟ لا ما يصير، اوكي؟ زين يقول الدوز اوف سم دراج از سفيشينت هاير ذات نو فيلر از ريكوايرد. مثلا يقول هنا أنا مو دائما أستخدم الفلاز، يعني مو دائما أستخدم الدوريانت أشياء تخفف وتزود الكمية أو الكبر. أكو أدوية ما يحتاجن مثل إيش؟ مثل الأسبرين أو الأنتيبيوتيك. الأسبرين عارفة إحنا الأسبرين اللي يأخذوا دول أهل الجلطات أو الأمراض مال القلب، والأنتيبيوتيك هن المضادات الحيوية. يقول لك هذين هن كميات ينجن كبار، يعني أبسط شيء هذا الأموكسيلين عفوا يجي 500 ملغرام، عفوا
الاس باينهم يعني يجي 75 يجي 100 يجي 125 بغض النظر عن المكونات، بس هو يجي كميته كبيره بحيث اقدر انا اكون منه حبايه. بس اكو ادويه لا، اكو ادويه انا احتاج انطيها ممكن ب 20 ملي جرام 50 ملي جرام، هذني ما غير يعني ما اقدر اكون بهن حبايه، فاحتاج انه احط لهن فيلر دليونتس يعني اشياء تمليهن حتى يكبرن. تمام زين. يقول هسه نجي نشرح عن الاشكال مال الحبوب او حجمهن وهيك شيء يعني كم ملي جرام. يقول لك يابا انه الراوند تابلت الراوند الدائريه الجلشن ار يوجوالي سايز مالتها يكون 3 على 16 الى نص انش. شوفوا احنا كل ما 3 على 16 اصغر من النص انش، كل ما قل الرقم المقام كل ما كبر. اوكي يعني 3 على 16 و 1 على 2 ال 16 اصغر من عفوا ال 3 على 16 اصغر من ال 1 على 2 على الرغم انه المقام اكبر، بس هذا ما يعني يعني انتم تتخيلوا تقسمون 3 على 16 بينما تقسمون 1 على 2 فالنص انش هاي اكبر من 3 على 16 مثل ما قلنا كل ما كبر رقم المقام كل ما قلت قيمته. خوش يعني ال 16 اكبر من 2 اذا قيمه ال 16 اقل يعني النص انش اكبر. فيقول لك انه هذين الراوند الدائريه حجمهم من 3 على 16 انش الى نص انش. التابلت ويت رينج الرينج مالته مال الويت ممكن يكون من 120 الى 700 ملي جرام. حلو فور ستاندرد يعني هذا الستاندرد هاي الشيء القياسي اورجانيك ماتيريال. يقول لك اما التابلت اللي هن اقل من 3 على 16 احنا قلنا 3 على 16 يا صغيره. يقول لك اللي اقل من 3 على 16 يكون difficult for elderly to handle يعني يقول لك صعوبه الكبار بالعمر لكم شو. ليش؟ لانه هو انت كبير بالعمر يجيك مثلا ايده ترجف يجيك يعني ما يشوف يعني هيك فد شيء يكون مليمات انشات بسيطه كلش يعني مليمات ما يشوفن فصعوبه يتعاملوا وياهن صعوبه يحملهن بايده. واللي أكبر من 1 على 2 احنا قلنا 1 على 2 كبير، فاللي أكبر من 1 على 2 يكون difficult to swallow بصعوبة يبتلعه. حلو يعني أكيد بصعوبة يبتلعه. وإحنا سهاي الحباية ذات تشوفون مع البنادول ومن 500 أو عليها من دوليبام ذات عفو أو الباسيتول أو الألف تكون الحباية مالتها طويلة يعني صدق difficult to swallow حتى مرات يعني تحشر بالبلعوم. فيقول كل ما كبر حجمها كل ما كانت difficult to swallow swallow يعني بلعها صعوبة بالبلع، وكل ما صغر حجمها كل ما مثلا الكبار بالعمر يعانون من عندها. حلو فأنا أيد فشي متوسط. الأوفل تابلت اللي تكون بيضوية مثلا يقول لك هي الويت مالتها يعني الحجم هاي الأوفل الأوفل حجمها يكون 800 ملي جرام أو أكثر. زين هنا أقول دولينان فور سكندري ريزن امبروف كوجن. الكوجن يعني شنو؟ يعني يربطهن يماسكهن ستيكينج يلزقهن. اوكي تو برمت يوز دايركت كومبريشن مانفاكتشر او تو برمت فلو. يعني شو يقول لك انا حتى هذا الجل يونت او الاشياء المخففه اللي اني اضيفها راح تساعد لي على الستيكينج يعني راح تساعد على الالتصاق تساعد على التماسك بين الطوز اللي اني حاطته وبين المواد اللي راح اضيفها. اوكي فيخليها متماسكه. اوكي تمام برمت فلو برمت فلو مثل ما قلنا قبل شوي هنا انه يحسن مظهرها الخارجي والقالب الخارجي مالتها. زين الدولونات and all other tablet excipients must meet the criteria. يقول أنا حتى طبعا معنى كلمة excipient هو inactive substance serves as the vehicle or medium drug other substance other active substance. عشان قصده هنا قصده هاي جبت لكم ترجمة معنى كلمة excipient أو الدولونات هذني أنا مواد أضيف inactive يعني غير فعالات أضيف إن المواد فعالة أنا ما أريد يشتغلن. تمام أنا هذا المخفف ما أريد يشتغل أنا بس أريده ينطيني كمية. حلو يعني مثل ما قلنا طوز ماته كلش قليل وما أقدر أصنع حبوب صغار أني فأنا أريد ينطيني فقط يكبر لي الحجم مالته. فيقول لك هي مواد inactive هاي الاكسبيرينس والدولينس سنيناتين مواد غير فعالة لازم تختص بخصائص معينة. أول شيء لازم أهم خاصية إنه ما يكون توكسيك نون توكسيك يعني ما أريد يكون سام غير سام. لازم يكون available يعني شنو available and unacceptable grade يقول لك يعني لازم يكون متوافر بمستوى مطلوب يعني مستوى معين يعني أنا خو ما أجيب
مواد مخففة حتى تمليلي المركب اللي أريده، وهي ما متوفرة، زين من أجيبها؟ تمام، يعني ما متوفرة، صعوبة مثلا من غير بلدان أو من غير مناشئ، فيقول لك لازم متوفرة. الكوست مالتها لو يعني رخيصة، يعني ما أريد أصرف على الدواء. أوكي، must not to be contraindicated by themselves، يعني ما لازم أستخدم أشياء محظورة. contraindication محظورة، يعني ما أقدر أستخدمها على أشخاص معينين أو أمراض معينة. مثل إيش؟ مثل الصوديوم، يقول لك because of covalent sodium مثلا، يعني لازم ما أستخدم أشياء محظورة ما تفيدني أنا أو الضرر المريض بدال ما تحسن حالته. لازم تكون physiologically inert، خاملة. هاي حاطت لكم يمكن كلمة إنات، خاملة، يعني لازم تكون هي من تدخل فسلجتنا، من تدخل جسمنا، يعني ما عندها فد فاكشنال يونت، يعني ما تشتغل، ما عندها وظيفة، هي خاملة، بس مجرد مادة أنا دا أملي بيها. تمام. 6، يقول لك لازم physically and chemically stable. أكيد، احنا ليش قلنا خاملة؟ يعني لازم تكون مستقرة كيميائيا وفيزيائيا، in combination themselves and in combination with the drug. يعني يقول لك هاي لازم استقرار مالتها وهي وحدها وهي متحدة ويا الأدوية. حلو، يعني لازم هي مستقرة. شلون مستقرة؟ خاملة، يعني مجرد مادة أنا دائمة بيها. حلو، must be free and unacceptable microbiological. أكيد، يعني unacceptable microbiological، يعني شنو؟ يقول لك إنه هي ما فيها مثلا أوساط مناسبة تعيش عليها كائنات الميكروبيولوجية، يعني مثلا فيروسات وبكتيريا وهاي، يعني أنا ما أريد أجيبها وسط يأذي الإنسان بدال ما يفيده. لازم تكون color compatible. عفوا، شنو يعني color compatible؟ not to produce any of color appearance. شنو يعني of color؟ يعني عفوا، يعني تعطينا شكل ما مرغوب به، لون، مو شكل عفوا، لون ما مرغوب به. يقول لك أنا أريدها color compatible، يعني compatible يعني شلون نقول ميلن أو acceptable، مقبول، فمنافس يعني. تمام، يعني لون يجذب النظر، لون ما تشوفه تلعب نفسك، مثل هذا اللون هسه اللي هنا مطيتنا يا الأدوية. شوفوا سيا، مو واضحة كلش الصورة، بس تشوفون إنه هاي هيك يعني مثل اللون، يعني هذا أول ما شوفه يشدك تقول شنو هذا اللون، ليش هيك الدواء صاير مثل اللي إنه بيعفن، أو حتى يعني حتى شكله يخوف. فأحنا ما نريدها هيك، أحنا ما نريدها تعطينا ألوان of color appearance، يعني تأذي اللون مالتنا أو تعطينا ألوان ما مرغوب بيها. بعد يقول in the drug product is also classified as food. إذا أنا مثلاً دا أريد أنطي هذا الدواء كعلاج، مثل إيش؟ سوري، كفود، يعني فود طعام. مثل عندنا الفيتامينات، الفيتامينات، مركبات الفيتامينات، الديلونات and other excipients approved diet food additives. يعني يقول إذا أنا إذا أريد أستخدمه أو أوصفه كطعام للأشخاص، مثلا شايفين هذول أهل القاعات الحديد يستخدمون باودر من البروتين أو الفيتامين، هذني هنا ما نقدر نعتبره أدوية، هذني هنا طعام، يعني يأكلوهن ويا الوجبات الغذائية، يحطوا ويا الحليب، يحطوا ويا الطحين، ويسووا حتى كيك. فيقول لك هذا لازم حتى الآن المخففات اللي أستخدمهن لازم همين يكون مدرجات ضمن الفود، يعني ضمن الغذاء. must be no relative sorry هاي النقطة الأخيرة، ليقول إنه they must have no deleterious effect on the bioavailability. شنو قصده هنا؟ أنا قصده إنه أنا ما أريده يشتغل داخل جسم الإنسان من وحده. أوكي، يعني substance enter to circulation، يعني مواد تدخل للدورة الدموية مالتنا، introduce into the body and so able to have active effect، يعني تكون active effect، active فعالة. يعني يقول لك أنا ما أريد أبلع الدواء وهذا المخفف اللي استخدمته يدخل للدم ويشتغل بكيفه ويتفاعل بكيفه ويتحد ويفصل مكونات بكيفه، لا، مثل ما قلنا بالنقطة السادسة أنا أريدها stable، ثابتة، وقلنا بالنقطة الخامسة أريدها خاملة. فهسا نعيدهن، قلنا أول واحدة نريدها مسامة، قلنا ثاني واحدة نقول نريدها متواجدة، الثالثة قلنا ما نريدها غالي، نريدها كده رخيص، الرابعة ما نريدها محظور أو يأذي الشخص، نريدها خامل، قلنا بالسادسة نريدها stable يعني ثابت،
ما يتفاعل، تمام، ما يكون وسط تعيش عليه الكائنات الحية، يعني مثل الميكروبات. قلنا ما نريده يعطينا لون غير مرغوب. قلنا بالنقطة التاسعة إذا استخدمناه ضمن فود مثل الفيتامينات والبروتينات، أنا أريد أن هذني همين مدرجات ضمن الفود يعني. وقلنا همين ما دا يصير عندي بي بايو أوفابلتي، يعني أنه ما يدخل جسمنا ويروح للسيركوليشن للدم ويتفاعل. فمثل ما قلنا أنه نريده ستيبل، ثابت وخامل. زين، يقول كيسز أو هي كيسز أو شو اسمه، مثل ما نقول أمثلة. يقول لك الفارماكوتيكال مانفاكتشرز، شركات الدواء actually produce a product، تطينا product مركبات in which excipients reduce bioavailability of a drug or in which chemical incompatibilities exist. incompatible يعني غير متناسق، reduce bioavailability هاي معنى الكلمة مال reduce bioavailability، يعني تقلل فعالية الدواء. يعني أني أبلع دواء مخبوط، مثلا هو هذا الدواء مثلا جبت طوز، طوز من أي دواء بالكم؟ طوز مثلا من الأموكسيلين، وحطيته ويا دريونز، تمام؟ يعني فتشي يوسع أو يزود كميته، يعني قلنا إحنا الطوز اللي قاعد استخدمه قليل، ممكن هذا الدريونز أو المادة اللي تخفف اللي جاي استخدمها مثل الفلر، ممكن هاي تقلل فعاليته. فيقول لك بعض الشركات استخدموا هيجي مثل إيش؟ مثلاً former situation occurred with marketing، لما يقول لك هاي situation الحالة تصير لما أنا أحط antibiotic المضادات الحيوية ويا الكالسيوم سالت ويا أملاح الكالسيوم، تمام؟ يقول لك لما شافوا لما يخبطون مضاد حيوي ملح الكالسيوم راح تقل فعالية داخل جسم الإنسان. مثال ثاني يقول لك مثلاً التتراسايكلين، تتراسايكلين هاي عالة كلنا نعرفها، a product made with calcium phosphate، أحطها ويا فوسفات الكالسيوم. فوسفات الكالسيوم هسه هي شنو؟ هاي مادة مخففة، فيلر أو مثل ما قلنا ديليونت، هاي الكالسيوم فوسفات الكالسيوم ويا من أحطها ويا تتراسايكلين. يقول لك إنه لقوا had less than half of the bioavailability of supplied product، يعني التتراسايكلين لما ينخبط ويا فوسفات الكالسيوم فعاليته راح تقل الأقل من النص مما أني أنطي واحدة. فلهذا السبب هذا التفاعل أنا لازم أتجنبه، أنا ما أريد أضيف أشياء تخرب علي فعالية الدواء اللي أريد أنطيه، تمام؟ يقول لك شلون تصير هيك ميكانيزم؟ الميكانيزم هنا أنا كاتبت لكم دايفالنت أنتايفالنت. الدايفالنت داي من اسمها داي ثنائي، فالنت تكافؤ، فدايفالنت تكافؤ ثنائي، ترايفالنت تكافؤ ثلاثي، مع الكاتيون القطب الموجب من الانسولبل او السلت. يعني يقول لك هذني الاملاح اللي انا جاي استخدمهن بها التكافؤات ثنائيه او ثلاثيه راح تتحد ويا من؟ ويا الانتيبايوتيك. الانتيبايوتيك او المضاد الحيوي بطبيعه انفوتيريه. شنو يعني انفوتيريه؟ يعني يشتغل بيس واسيد، يشتغل قاعدي ويشتغل حامضي. فيقول لك هذا يجيني بقطب موجب تفاعلات ثنائية وثلاثية تكافؤاته مال الملح، راح يتحد ويا المضاد الحيوي اللي هو عنده أصلا قابلية انفوتيرية أنه يشتغل حامض وقاعدة. هذا راح يقلل الأبزوربشن مالته، يعني شنو؟ راح يقلل الامتصاص. and should not be co-administered with this drug. فلهذا السبب يقول لك أنا ما لازم أستخدمه لأن هذا راح يقلل الامتصاص مالته. إذا قل الامتصاص فبالتالي حيطلع نتيجة عكسية أنا ما أريدها، تمام؟ زين، يقول لك المثال الثاني a classic case of chemical incompatibility. a classic case يعني case معروفة للchemical incompatibility. incompatibility مثل ما قلنا غير متناسق، غير مرغوب، غير يعني ما نريد أسويها. يقول the interaction of certain amine drugs أو أدوية تحتوي على مجموعة الأمين اللي أحطها ويا اللاكتوز in the presence of metal stabilizing lubricant such as magnesium citrate result tablet gradually discolor with time. شو المعنى هاي؟ يقول لك أني هذني الأدوية اللي تحتوي على مجموعة الأمين لما أجيبها أحطها ويا اللاكتوز، إحنا هسه شرح نأخذ، راح نأخذ أمثلة على الديلونت أو الأشياء اللي أستخدمها كمخففة، راح نكتشف إنه اللاكتوز واحدة من أدهن، تمام؟ هذا اللاكتوز مادة مخففة أحطها ويا الأدوية اللي تحتوي على مجموعة الأمين. يقول لك هاي هذا الدواء لازم همين أحطه ويا لابريكنت، مثل ما قلنا إنه الدواء نقدر نحطه ويا مخفف، ممكن نقدر نحطه ويا مادة تزود الصمغية أو الشمعية مالته لابريكنت، قلنا ممكن نحط أكثر من مادة بنفس الدواء. حلو،
قال لما النجمة على أن ثلاثتين اللون مالته discolored with time gradually، يعني اللون مالته حيتغير بشكل gradually. تمام، اللون مالته discolored يعني يقول راح يختلف gradually. شوفوا هسه عندنا important note، physical and chemical interaction بين الformulation between formulation component may be prompted by intimate contact between the initial reactant and they are tightly compressed together. يعني يقول لك هاي التفاعلات الفيزيائية والكيميائية اللي يصير بين الطوز مالتنا أو الدواء والمخففات اللي أنا راح أحط اللي هي ديلينت ممكن تزداد لما أجي أني أسويهن كومباسد، يعني شنو لما أجي أضغطهن. حلو، يعني شلون تقولون يعني شلون نضغطهن؟ يعني شايفين مثلا حباية الباسيتول، مو كبسول، حباية، هاي حباية الباسيتول هي حباية مضغوطة، هاي بيها الطوز، هاي إذا ستهدون تأخذون تقومون تطلعون حباية من الجرارة يعني من الباكيت مالتها وتدقوها تطحنوها راح تشوفون إنه هذا طوز، فهاي حباية مطحونة، هاي طحنتوها هاي الحباية تكون مضغوطة، يعني هاي جابوها حطوها بقالب وضغطوها. تمام، يقول لك أنا ممكن بهاي العملية مال الضغط للطوز ممكن أزود التفاعل بيناتن، فلهذا السبب إحنا نلجأ بعض الأحيان ما نخلي ضغط على الدواء، يعني شلون نحطها بهاي الكبسولة. شايفين هذا النايلون، هاي هاي شكلها، شايفين هذا كابسول، أوكي بعض هذا كابسول هيك، هذا اللي يصير يعني ينفتح وينغلق. تمام، هذا يسحوله كابسول، هذين الحبايات هنا مضغوطات مثل الباسيتول، هاي حباية همين مضغوطة، بس هذين لا اللي بيها هيك جزئين يعني تنفتح وتنسد، هذا كابسول ما ضغطي. ليش يقول لك من ضغطة؟ من ضغطة على مود أني ما أخلي تفاعل يصير بين الطوز الدواء مالتي وبين المادة اللي جاي أخفف بيها. تمام، materials that are capable forming exotic mixture may pose a problem when they packed in powder. شوفوا problem when packed in powder or capsule while same formulation when compressed in tablet form compact quickly soften and then become unacceptable. نفس الحاجه اللي حكينا، يقول ممكن اني اواجه مشكله اذا اني ضغطتها وفي هذا السبب اني اتجنب هاي المشكله واحطها بكبسول. وبعض الاحيان اكو يصير العكس، بعض الاحيان يقول لك اني احتاج هاي الماده انعمها وأضغطها وأنطيها للمريض أكثر مما أحطها بكبسولة، فهي حسب نوع الدواء. بس أكو بعض الأدوية مثل ما قلنا بهاي الimportant note اللي حطيناها بالهايلايت الأسفل، قلنا ممكن يحتاجن إحنا نضغطهن ممكن يحتاجن ما نضغطهن حتى ما يصير تفاعل، فنحطهن بكبسول. زين، هسه راح نبدأ نأخذ على examples على الجينات، يعني على الأشياء المخففة. يقول إنه البيسك كالسيوم فوسفيت أول واحد and calcium sulfate dibasic calcium phosphate فوسفات الكالسيوم ثنائية القاعدية أو سلفات الكالسيوم. أول شيء يقول لك الأدفانتج مالتهن، الفائدة شنو فائدتهن هذني؟ هذني فائدتهن إنه processing low concentration of unbound moisture، يعني شنو and have low affinity for atmospheric moisture. يقول لك إنه هذني يحتوون على تراكيس قليلة من الانباوند موستر، يعني انباوند غير مرتبطة. تمام، يقول لك هذا يحتوي او غير متآثرة على تراكيس قليلة من الجزيئات الغير متآثرة. شنو معناها؟ يعني كل جزيئاتها متآثرة، مو كلها، اغلبها، يعني شنو؟ يعني يكون ثابت، يعني يكون ستيبل، مستقر، مادة خاملة. تمام، يقول لك low affinity to atmospheric moisture، يعني حتى ما يتأثر ويا الرطوبة اللي موجودة بالاتموسفير بالهواء، يعني low affinity لها ما يتأثر بها. هذه required feature for any excipient material to be combined with water sensitive drug، هذا خاصة استخدمه ويا water sensitive drug، هذين الأدوية اللي يكونن يتحسسن للماء. فيقول لك هذا ما يتأثر بالرطوبة مال الجو، وبنفس الوقت أغلب أواصره هي كاملة فما يحتاج يتفاعل، يعني يكون مادة خاملة أو مادة مستقرة. تمام، يقول الميكانيزم إنه هذا الديلينت exist salt form hydrate contain acceptable bound. تمام، abrasible bound water as water crystallization.
may nevertheless be excellent for very water sensitive, provided that pond water is not released under any elevated storage condition to which a product may be exposed. شنو هنا شنو قصده؟ يقول إنه هاي المادة المخففة اللي أنا أستخدمها الأملاح هي هاي اللي تكون مهدرجة، يقول أدها أواصر متبلورة أو ويا المي يعني ومستقرة تمام، وتكون excellent ممتازة ممتازة لل very sensitive water drugs، الأدوية اللي تكون حساسة للمي. Provided that the bound water is not released. يقول على شرط أنه أنا ما أضغط عليهن أنه مثلا أعرضها بحالات تكون stress أو حالات تكون مثل يعني أنه أعرضها جهد أو ضغط أو درجات رطوبة مختلفة، بحيث تضطر أنه تتخلى عن هاي الأواصر مالتها ويا المي تمام. فيقول لك أنه هي هاي مستقرة وركزوا لي عليها، مستقرة أستخدمها ويا الواتر sensitive drug. هيا هي هاي أول أملاح أخذناها اللي هي داي بيسيك كالسيوم فوسفيت. حلو زين. هذا هسه احنا قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا اللاكتوز، سولفنا عن اللاكتوز وقلنا شلون ممكن يتغير لون لما نخبطه ويا ماده تحتوي على ادويه الامين. هسه نجي ناخذه بشكل مفصل. يقول وايد يوز دولنت، هذا وايد يوز يعني شنو؟ استخدامه منتشر بشكل واسع. البروبرتيز الصفات مالته، يقول لك هذني الصفات مالت اللاكتوز كمخفف ما عنده رياكشن، ما عنده تفاعل with most drug، يعني ما يتفاعل خامل، ما يتفاعل ويا اغلب الادويه. whether it use in hydrous or anhydrous، يعني استخدمه بشكل hydrous او مو hydrous. يعني تدون شنو hydrous؟ يعني ماي او غير ماي. يقول لك هذا يعني ماده خامله ما يتفاعل ويا اغلب الادويه. الانهايدروس لاكتوز راح يشرح لنا اياه انه بي فوائد ادفانتج اوفر اللاكتوز اللي موجود doesn't undergo too much reaction which can lead to browning or discoloration of certain drugs. شو معناها؟ يقول لك انه اني هذا اللاكتوز اكو مهدرج مائي يعني وغير مائي، هذا اللي غير مائي الانهايدروس غير مهدرج الماء الغير مائي، هذا الفائده مالته ما يدخل بتفاعل ملعد. شنو يعني تفاعل ملعد؟ اكتشفوا انه انا بعض الادويه من اخبطها ويا اللاكتوز الهايدروس راح يتغير لونها، يصير براونينج يعني يكون على جوزي هيك يعني يغمق اكثر، وانه يصير ديسكالوريشن يروح اللون مالته. فيقول لك انه هذا الانهايدروس افضل، ليش ما يدخل بهذا التفاعل؟ هاي وحده. اثنين يقول لك هو بيك اب مويستشر when exposed to elevated humidity، يقول لك هو هذا السطح مالته لما يتعرض لرطوبة معينة such tablet may have carefully packaged to prevent moisture exposure. يقول لك هذا شنو السيء به؟ انه يتأثر بالرطوبة. حلو لما انا اعبيه such tablet may have to be carefully packaged، يعني لازم احنا نعبيه وننصح الناس يحطوه باماكن رطوبتها ما تكون عاليه. ليش؟ لانه هذا يتاثر pick up moisture when exposed to elevated humidity، كل ما زادت الهيوميديتي او الرطوبه كل ما تاثر السطح مالته. فيقول لك اني لازم احطه او اخزنه بشكل يكون معقول بشكل مقبول، مثلا برطوبة الغرفة أو برطوبة الثلاجة، يعني لازم ما أعرض إلى رطوبة ما يتناسب وياه. ليش؟ لأنه راح يتأثر. هذا هو الأنهايدروس نفسه اللي قلنا عليه زين وما يدخل بتفاعل ملعد. when water granulation process، water granulation هذا الطوز الحبيبات، حبيبات يعني مثل الفوار employed the hydrous form lactose should be generally be used. يقول لك إذا تسوي طوز، إذا أردت تسوي حبيبات اللي هو فوار، استخدم النوع الهايدرس. حلو؟ لا تستخدم الانهايدرس. زين يقول لك أنا عندي 2 جريد available 60 إلى 80 مش الكورس، هذا اللي يكون خشن، و 80 إلى 100 اللي يكون regular. هاجاش علي من عطوز اللاكتوز formulation show good drug release rate، يعني يقول لك هذا الحبيبات مالت المالتين يكون عفواً show good release rate their granulation are radially dried، يقول إنه هذين الحبيبات تجفف
and tablet disintegration time of lactose tablet are not strongly sensitive. اوكي وما تكون كلش حساسة to variation of tablet hardness. يعني يقول لك انه اني هذني الحبيبات اجففن بساعة وال شو اسمه القابلية مالتها الحساسية او السنسيتيف تكون تختلف عن ما هو بشكل حباية. اوكي يعني طوز يختلف عن ما هو حباية السنسيتيف لماته تكون اقوى. اوكي هو حباية يعني مثل التحسس للطوز مو مثل التحسس للدواء. هو حباية الطوز هذا اللي ينحل مثل ما تعرفون تجيبون غلاس مي وتحطون مثلا خاشوق او هيك يعني طوز. زين يقول اللاكتوز از لو كوست. حلو هاي حلوه خوش مميزه له انه يكون رخيص مو غالي. بس ات مي بي ذس كلر ان ذا سنس اوف امين بيس. هاي تذكرون الملاحظه اللي قبل شوي اخذناها قلنا احنا اذا خبطناه ويا ادويه تحتوي على مجموعه الامين او املاح تحتوي على مجموعه الامين او الالكلاين هنا ايش راح يصير بي يتغير لونه. وهذا الشيء انا ما اريده. يعني هو رخيص هاي خوش شغله بس انه يتغير لونه هاي مو خوش شغله انا ما اريدها. تمام هذا خلصنا من اللاكتوز. نجي للشيء الثاني اللي هو الثالث العفو الستارج. الستارج مثل ما نعرف شنو الستارج النشا. النشا حتقولون نفسه هذا النشا نستخدمه اي نفسه هذا النشا نستخدمه اللي موجود بالبريد اللي موجود بالبريد يعني بالخبز موجود بالباستا المعكرونة موجود بالكورن فليكس هذول الاشياء اللي احنا ناكلهم. الستارج كم فروم كورن من القمح وات ذره سوري الحنطة بطاطو بوتيتا. هاي البوتيتا هسه ابسط شيء قوم قشر بوتيتا قطعها راح تشوف من تغسلها او من تحطها بطاسة تذب المي مالتها راح تطلع منها مادة هيجي بيضة او انت ودات تثوم بيها تسوي قاعد تطلع منها مادة بيضة. هذه المادة البيضة هو هذا النشا مال البوتيتا. تمام يعني البوتيتا من النشويات. يوز تابلت ديليونت يقول هذا راح نستخدمه كمادة همينة توسع. شلون يقول لك هاي بيها انواع اليو اس بي جايد مال النشا has four flow and conversion. flow يعني الجريان مالتها او القابليه مالتها او تنطم من نفسها. conversion تنضغط يعني يقول لك هي خصائصها تكون تنضغط. flow يعني تكون ماده flow يعني السريان مالتها يكون مرغوب. وتحتوي على بوس يعني تحتوي على هاي تيبيكال مويستشر يعني سطح رطوبة عالي من 10 إلى 14%. تمام يقول خاصة لدراي تايب من الستارج. خاصة هذني النشا اللي يكون جاف يقول لك هذا الرطوبة ما تتوصل 2 إلى 4%. بس شنو بريميوم برايس يعني يقول لك هذا النشا انت تريد تستخدم الأدوية معينة. تمام ممكن تستخدم نشا رطوبة توصل 14% من 10 إلى 14% ورخيص. هذا اللي فوق النقطة الأولى. بالنقطة الثانية ممكن تستخدم الدراي الجاف اللي رطوبته من 2 إلى 4% بس سعره يكون أعلى. تمام هسه منطينا نصيحة يقول لك تستخدم هذا النشا such starch with wet granulation يعني بهذني الطوز أو اللي هسه مثل ما قلنا أنه الفوار اللي يكون wet هذا حيكون wasteful. ليش أنت أصلا أول ترى حتحلها بمي their moisture level وحتى رطوبتنا راح تزداد 6 إلى 8%. تمام فيقول لك هذا ضياع للفلوس انه انت تجيب واحد رطوبته قليله وتحطه بحبيبات تكون وات يعني رطبه على مود تفله بالطوز وشي. هذا اول ثاني راح تصعد رطوبته ل 6 إلى 8%. فانت ليش تجيبه وتخسر عليه؟ هذا ما مرغوب. تمام فيقول directly compressible يعني فشي ينضغط بشكل مباشر ينضغط يعني يتركب أو يتشكل شكله. starch are now available for example starch RX 1500. شنو الفوائد مالته البروبرتيز الخواص مالته؟ يقول لك إنه هو free flowing. شنو يعني free flowing؟ مثل ما قلنا قبل شوية يعني ينصنع الهيئة الخارجية مالته يتركب القالب مالته بسهولة. تمام compressible ينضغط بسهولة. ممكن أستخدمه كديلوينت يعني كمخفف كبايندر كشي يربط. تمام وكديس انتجريشن يعني كشي يفكك. يعني شوفوا هذا الستارج النشا أقدر أستخدمه يربط لي بين مركبات الدواء أقدر أستخدمه يفككهن أقدر أستخدمه يزود كميتهن. تمام
هاي بالنقطة الثالثة. يقول لك also use self lubricating، هاي استخدام ثالث له، يعني مادة صبغية أو شمعية أو مرطبة. يقول إنه هذا it may be composed alone من ضغط واحدة or combined with little as 5-10% من الإدراك. typically require an additional lubricant possibly follow parameter 0.25% من الشسمه الكولويد سيليكون دايوكسيد. شنو قصدهم بهاي النقطه الرابعه؟ يقول لك اني اقدر استخدمه كماده صمغيه او شمعيه او ماده رطب، هذا اذا اردت اضغطه واحده. بس اذا اردت استخدم كميه من الدواء وياه انه احط 5-10%، هذا يحتاج لابركنت اضافي. مثل ايش؟ مثل كولويدال سيليكون دايوكسيد. زين، النقطة الخامسة يقول لك هو يحتوي على 10% من المويستشر and have a prone to softening، يعني رطوبة مالته تقريبا 10% مثل ما شرحنا. softening يكون ناعم combined with excessive amount of magnesium citrate. يقول لك انه هو ناعم رطب لما اخبطه بالمغنيسيوم سيترايت. زين، يقول انه عندي 2 hydrolyzed starch it mix EMDX and cellulotab which are 90-92% من الدكستوز and about 3-5% من الماتوز. شنو الوظائف؟ شنو الخصائص مالتهن؟ free flowing directly compressible، هاي رجع يحكي لنا بيهن، اللي يقول انه هو يتشكل بسهولة، ينضغط بسهولة وبصورة مباشرة. ممكن استخدمه بدال المانيتول. المانيتول هذا محلول مائي يحطوه كمغذي، ممكن استخدمه ويا الأدوية. تمام، كادليونت يعني كمخفف. بس هنا أنا أقول لك أنا أقدر أستخدم النشب بداله. وين؟ بتشيوبل تابلت، بالأدوية أو الحبوب اللي أقول للمريض لوجها. لوجها يعني شنو؟ يعني مضغها بحلقك قبل لا تبلعها، مثل ما قلنا مثل حب القرط. because there sweetness and smooth feeling بالماوث. يقول لك لأنه هذا يكون أحلى طعمه، أحلى وسموث، يعني هيك شيء فتشي ناعم على الفم. تمام، contain 8-10% من الموسر. هم رجع عادها maybe increase hardness after conversion، يمكن انه يكون سطح رطب وحتى ممكن يزداد ويا الضغط. رابع واحد من الديليوتنز راح ناخذ ساعتنا الديكستوز. الديكستوز بي طبعا 2 فورمز، يعني بي صيغتين. قبل ان نجي ناخذ الصيغ مالته، يقول لك انه هو available under name of cellulose، يعني هذا النيم أو الاسم اللي مشهور به أو المتواجد به هو السيلوز. نوعه أما يكون hydrated and unhydrous، يعني أما يكون مائي أو غير مائي. form for when low moisture counter are required، يقول يعني حسب الرطوبة اللي أنا أريدها. إذا شفت مثلا محتاجة رطوبة أقل أستخدم unhydrous اللي غير مائي وهكذا. يقول لك من صفاته انه لازم اخبطه ويا السبري ادرايد لاكتوز. شنو هذا السبري ادرايد لاكتوز؟ هو هذا بخاخ رشاش، يعني يحتوي على لاكتوز يكون جاف. تمام، ليش؟ على مود يقلل لي ريديوس تندنسي، يقلل التندنسي معناها قابليه الديكستوز حتى يتحول الى داكن اغمق. فيقول انه هذا لما انا اخبطه لاحظوا انه يطلع لي الوان غامقه، ينطي الوان على اغمق عفوا. فيقول انه انا لما احط له سبراي رشاش من اللاكتوز الجاف راح تقل هاي القابليه. هذا اهم ما موجود بالدكستوز. المانيتول، المانيتول طبعا هذا نستخدم المحلول بالطوارئ، بس طبعا هو كلش اكسبنسيف، يكون غالي ونستخدمه لحالات خاصه. فيقول لك انه هذا الملح او طوز مال المانيتول انا هم استخدمه كديليوتن، بس يكون اكسبنسيف شوكر، يعني هذا السكر يكون غالي. تمام، وغالي يعني معنى الكلمه غالي. يقول انه بيكوز ات از نيجاتيف هيت سوليوشن، يعني هو الاستجابه مالته للحراره تكون نيجاتيف. تمام، هاي خواصه دار عند الدهن. يقول لك هو سلو سوليبلتي، يعني يذوب ببطء ما يذوب بسرعه، يبقى بالجسم لاطول فتره ممكنه. وبليجنت فيلينج، الطعم مالته من تاكله هو يعني طيب. تمام، يعني ما ينطيك في الطعم مر بالفم او شيء. فاستخدمه بالتشيوبل تابلت، يعني استخدمه بالادويه اللي تنوكل. it is relatively non hygroscopic، يعني شنو non hygroscopic؟ يعني هو ما يستجاب للاقطاب. تمام، يعني انا اقول لكم شلون، يعني يكون لما احطه بالمركبات يكون ستيبل، يعني ما يتفاعل.
يعني يقول can use in vitamin formulation، أقدر أستخدمه بالمركبات مع الفيتامين in which moisture sensitively may be problem. يعني هو يقول ما عنده أقطاب تمام، فبهاي بهاي الناحية ما يسبب له مشكلة، ممكن أستخدمه بالفيتامين فورميليشن، بس الرطوبة مالته ممكن هي اللي تكون، يعني هو يكون حساس للرطوبة تمام، فيكون حتى من الديس أدفانتج مالته من الأشياء السيئة البي المانيتول. يقول هو poor flow characteristic and usually require fairly high lubricant level تمام، يعني يقول انه اني من السيئات مال المانيتول انه اولا هو بول فلو يعني بصعوبة الشكل، وثانيا يحتاج عادة الى fairly high lubricant levels، يعني هذا احنا ايش قلنا اللابريكنت، قلنا هذا الاشياء اللي استخدمها حتى امنع الالتصاق او مواد مثل المرطبة او مواد صمغية او مواد شمعية امنع بها الالتصاق. فيقول انه الصفات مال المانيتول اولا هو اكسبنسيف غالي، يكون نيجاتيف هيت سوليوشن، الذوبانية مالته تكون بطيئة فيبقى بالجسم أطول فترة ممكنة، طعمه بالفم يكون طيب بليجنت فيلينج، تشيوبل أستخدمه بالتشيوبل تابلت، قلنا بعد إنه هو نون هيغروسكوبيك أقدر أستخدمه بفيتامينات، تكون الفيتامينات يعني شنو نون هيغروسكوبيك يعني ما عنده أقطاب موجبة وصلبة ويتفاعل، والمويستشر مالته رطوبة sensitively يقول لك هاي ممكن بها تكون بها مشكلة. disadvantage قلنا انه هو بول فلو، اذن حددناها بالهايلايت الاصفر، بول فلو يعني بصعوبة يتشكل، وبنفس الوقت يكون يحتاج على لابكنت عالي يعني مواد صبغية او شمعية اعلى اكثر على مود يمنع الالتصاق. السوربيتول النوع الخامس هو optical isomer of mannitol تمام، هو isomer من المانيتول combined in mannitol formulation to reduce diluent cost. يقول لك أنا ممكن أخلط سوربيتول ويا المانيتول، شنو هي فائدة السوربيتول؟ أنا أخبطه ويا المانيتول، أنا مو جاي أستخدم مواد تخفف أو تزيد الكمية مال الدول اللي أنا قلنا الطوز مالته قليل، فأريد أزيده أجيب له diluent، فأنا يقول لك أخبط مانيتول وسوربيتول. ليش؟ المانيتول أنا أريده هاي شغلة تمام، بس بنفس الوقت المانيتول غالي، فشي يقول؟ يقول إنه أنا من أخبط السوربيتول ويا المانيتول راح عفوا اقلل من الكوست، اقلل من الغلة اللي يعني بدل ما اخذ اني 2 غرامات من المانيتول اجيب 1 غرام من المانيتول واخبطه 1 غرام من السوربيتول، يبتش بالضبط تمام. بوث سوربيتول اند مانيتول هو لو كالوريك كونتنت، يعني ما بي سعرات حراريه، لو كالوريك ونون كارسينوجينيك، هاي المهمه يعني انه ما عنده تحولات سرطانيه او شيء. يقول لك هو هيغروسكوبيك and active humidity، يعني شنو؟ يعني يمتص رطوبة من الهواء. بالنسبة للمانيتول هسه ايش قلنا عليه قبل شوية؟ non hygroscopic ما يستقطب تمام؟ هاي الصفة مال المانيتول اللي هسه قبل شوية ذكرناها انه هو non hygroscopic ما يستقطب، وهو غالي هذا سبب غالي، بينما السوربيتول الأرخص من الشرح يكون hygroscopic يعني يستقطب، يعني شنو؟ يمتص رطوبة من الهواء، يعني يتأثر بالرطوبة العالية لأكثر من 65% إذا كانت موجودة زين. بعد عندنا السادس السكروز، قلنا السكروز هو همين دوليوتنت تمام، هو شوغر سكروز أو شوغر فيروس سكروز بيز دوليوتنت إز إمبلويد تابلت ماركي، يعني يقول لك همين أستخدمه بالتابلت ماركي بصنع الأدوية. الديز أدفانتج ذاكرهن قبل البروبرتيز، ليش؟ خلينا نشوف. يقول لك some manufacturer avoid use this product، بعض الشركات avoid تتجنب استخدام هذا المنتج، would be subjected in diabetic and multiple gram quantities بالsugar، يعني شو يقول؟ هو هذا السكر سكر على حالة، فأني بعض الشركات تتجنب استخدام هذا السكر لأنه راح يلعب بسكر الدم تمام، يعني هو شخص عنده سكر ومثلا يعاني دائما من هايبرغلايسيميا ارتفاع بسكر الدم وأنا أعطي هذا، فلهذا السبب بعض الشركات تتجنبه، يعني يقول لك أنا ما أريد أحضر الأدوية مالتي على مريض السكر، أيد الأدوية يستخدموها أكبر عدد ممكن من الأشخاص، فيحضرون هذا الماء يوقفون استخدام هاي المادة السكر، وهذا سبب ذكرنا disadvantage.
بعد يقول لك انه هو بيك اب مويستشر وان اكسبوز تو الفيتد هيوميديتي، يتاثر بالرطوبه اذا تعرض المكان برطوبه عليه يتاثر به. هذا الديس ادفانتج. الانواع مالته هنا معدد لنا اياهن، يقول لك انه اما سكر تاب اللي هو 90 إلى 93% سكروز يحسب الى 10 انفيرت شوجر الى 10%. بعد ان الدايباك اللي هو 97% سكروز و 3% ديكسترينز. عندنا الانيوتاب اللي هو 95% من السكروز و 4% انفيرت شوجر و سمول اماونت اوف كورن ستارش. طبعا هذني دول خوهن خافوا النسب، يعني مثلا هذي يلعبوا لكم بيهن مجرد ما تحفظوهن. هنا ثلاث انواع، انه شو اسمه السكروز ايش قد يكون من هذا المركب وياه من المخبوط. مثلا هذا الانيوتاب 95% هو سكروز و 4% انفيرت شوجر وذ سمول اماونت من الكورن ستارتش مخبوط ويا الكورن ستارتش او مغنيسيوم سيترايت بنسبه 4%. يعني بس هيك يعني خلوهن ببالكم، خاف مثلا يلعبون به كام سي كيو او شيء. هسه احنا نجي نذكر خصائص مال السكروز. يقول انه هو افايلبل متواجد اوكي، وفور دايركت كومبريشن يعني يتحمل الضغط اللي اني مثلا اد اشكله او اد اركبه باشكال هندسيه معينه. امبلوي وذاوت مانيتول انشيوبل تابلت، يعني اقول لك هو مو مثل السوربيتول اللي هسه قبل شوي اخذناه اخبطه ويا المانيتول واحطه بالادويه اللي تنوكل تنمضغ. لا اقول لك هذا اقدر استخدمه وحده، ومثل ما قلنا يعني يتحمل الضغط. بعد المكون السابع اللي هو مايكرو كريستالاين سيلولوز، هو هذا ريفيرد تو بي التايد مال التايد مال سوري التايد نيم مالته هو الافيشل، يصحوا له افيشل هيك يعني اتس كمون لهذا الاسم المشهور مالته. هسه هو الافيشل نفسه المايكرو كريستالاين سيلولوز، افيشل نفس الاسم هذا الفوق، فاختصارا اليه يصحوا له افيشل. تمام، يقول لك هو بي نوعين، النوع الاول BH101 هذا اللي يكون باودر، وBH102 هذا اللي يكون غرانيول. اللي غرانيول ممكن طوز يستخدموه يعني شو اسمه فوار، والباودر هذا اللي ممكن يسوي شو اسمه حبوب وهاي او كبسول. البروبابيلتيز مالته شنو هو هذا الافيشل، شنو اللي يميزه او شنو اللي يفيدنا به، يقول لك انه هو الفلو بروبابيلتيز مالته قد يعني يتشكل وينصنع بقالب بصوره جيده. دايركت كومبريشن ينضغط بصوره اكسلنت ممتازه. كوهيزيف كومباكت يعني شنو كوهيزيف، يعني متماسك ما ينحل، كوهيزيف تماسك عنده. act as disintegrate agent، هسه احنا ناخذ شنو disintegrate يعني يفكك، يعني اول ما يدخل الجسم الانسان يكون متماسك، من يوصل للمعدة ومن يوصل للجهاز الهضمي يبدي يتفكك، يعني الجسم يستفاد منه ويمتصب اقصى ما يمكن. تمام، يقول disadvantage مالته relatively expensive. disadvantage مالته الاشياء اللي ما تفيدني انه يقول هو غالي كلش، يعني when used in diluent in high concentration and this typically combined with هذا مثلا يقول لك غالي انه اني استخدمه وحده، فلهذا السبب ممكن اخبطه ويا انواع ثانيه من المخففات او الدوليتنت. هذا العيب مالته. اذا احنا خلصنا من اول نوع اللي هو الدوليتنت، جينا للنوع الثاني اللي هو البايندر. ممكن احنا قلنا ممكن الحبايه يصير بها دوليتنت مخففه، ممكن بايندر، ممكن ديس انتجريت يعني تفصل بايندر تربط، وقلنا ممكن اكثر من نوع يصير بنفس الحبايه. فالبايندر او الادهيزف هنا الاشياء اللي يربطن. يقول لك reason behind adding this material، هذا ممكن سؤال يجي مهم، ليش أنا أستخدم binder؟ لأنه dry or in liquid form during wet granulation to form granule. يقول لك أنا حتى أكون هذني الغرانيولز، حتى أكون هذني الحبيبات الجزيئات، أنا ما طوز أنا أكون جزيئات سواء كانت dry أو liquid يعني جافة أو سائلة، أنا أريد أجمعها فأجيب أشياء تربطهم. تمام، تربط الجزيئات الصغيرة حتى تكون جزيئات أكبر. هاي شغلة. الشغلة الثانية cohesive يعني شنو يعني sticking، يعني شنو يعني تربطهن تلزقهن مع بعض. compact for directly compact على مول أضغطهن أني بصورة مباشرة. تمام، أول وحدة اللي هي الأكاجيا أو التاغانث أو الأكاجيا، يقول لك هذا natural gum يعني شنو، هاي علكة، علكة أو علج imply in solution، علج بمحلول رينج مالته من 10 إلى 25% تركيز alone or in combination. يقول لك اما استخدمه وحده او استخدمه يا in combination يعني مرتبط بمركبات ثانيه. شنو الصفات مالته الماتيريال؟ much more effective، يقول كلش فعال
when they add as a solution in the properties of granulation than when they added direct compressible formula. يقول لك أني العلكة هاي اللي أستخدمها الأكاجيا أو اللي تراغانث من صفاتها أنه تكون كلش فعالة لما أحطها داخل solution داخل محلول على أنه دائما على أنه أجيبها وأحطها مباشرة ويا compressible formula تمام؟ بدل ما أجيبها وأضغطها مباشرة ويا فورمولا مضغوطة يقول لك أني أحطها بمحلول بالتحضير مال الجرانيوليشن مال الجزيئات تمام؟ فوجودها بمحلول يزود من فعاليتها. حلو؟ الديسادفانتج مال تمام؟ تمام هسه نكمل. الديسادفانتج مال القم مال هاي العلكة يقول أولا أنه هو variable in their composition يعني هو مختلف يعتمد اعتماده على المصدر الطبيعي اللي إجانا. الفعالية مالته تعتمد حسب المصدر اللي إجا من عندها شغلة. الشغلة الثانية fairly heavily contaminated with bacteria يقول ممكن يكون وسط للترابط أو وسط لنمو البكتيريا عليها وبالتالي هم هذا يحد من استخدامه تمام؟ مثلا يقول لك الويت جرانيوليشن هذني الجزيئات اللي تكون نوت أو رطبة ماسز should be quickly dry يقول لك لازم مباشرة أني أجففها هاي شغلة. شغلة ثانية الدرجة مالتها لازم تكون أكثر من 37 على مود أقل الميكروبال بوليفريشن يقول أنا لما أجيبه أحاول ما يكون رطب وإذا كان رطب لازم أجففه بدرجة حرارة أكثر من 27 درجة سيليزية على مود أمنع نمو البكتيريا عليه أو أمنع أنه يكون وسط ملائم لنمو الفيروسات والبكتيريا تمام؟ نكمل. الشيء الثاني اللي أستخدمه أنا كبايندر أو كيربط هو الجيلاتين. نعرف الجيلاتين وأغلبنا يأكلون الجيلاتين هو الجيلاتين همين مادة أقدر أستخدمها بمنتجات طبية تمام؟ شلون؟ يقول إنه هذا ناتشرال بروتين بروتين طبيعي ناتشرال sometimes used in combination with acacia يقول ممكن أستخدمه ويا الأكاجيا اللي هي الألكة اللي شو اسمه عفوا مو الألكة اللي أخذناها هي أي الألكة أو التراغا كانس اللي قبل شوي درسناها يقول هو ناتشرال أقدر أستخدمه وياهم تمام ويا الألكة أقدر أجيبه. الصفات مالته consist material than more material than true natural gum يعني يقول أنه أني بالألكة كان أغلبهن مركبين أقدر أجيب هواي الألكة قلنا نحطها في solution وتكون فعالة. الجيلاتين أقدر أستخدم أكثر من 2 مركبات بنفس المحلول تمام. هاي أول فعالية. الثانية أنه يقول easier to prepare أسهل بالتحضير. الثالثة يقول أنه forms tablet equally as hard as acacia or يعني شنو يقول إنه هو هذا الفورم مالته أو التركيبة مالته متشابهة إكوالي يعني مساوية أو مشابهة للقوة مال الألكة تمام؟ زين. المركب الثالث اللي هو starch based الستارتش هو النشا أوكي؟ محلول النشا. النشا من نحط عليه مي ونغليه شو راح يصير؟ راح يصير thick يعني راح يصير هيك محلول عندنا ثيك. هذا حتى يستخدمون بالثوميه اذا تدون تقومون تجربون تاخذون خاشوق النشا تحطون عليها مثلا فد شويه مي وتظلون تخلطون بها على درجه حراره عاليه راح تشوفون هيك فد شيء تكون عندكم فد محلول يكون شفاف لونه ويعني هيك صلب تمام. شلون المحلبي اخف لونه من المحلبي. يعتبر هذا هو الموست كومن جرانيوليشن ايجنت اوكي. يقول لك إنه dispersing starch into water تحط له water مي and heated وتحمي تمام. during heating starch undergo hydrolysis يقول لك راح يبدي يتفكك dextrin and glucose. هاي ممكن تجي MCQ إنه لما يتفكك الستارش أو النشا شرح يعطيني dextrin وغلوكوز. حلو. يقول إنه made باستي. الباستي هي هذا المحلول اللي راح يطلع هذا ويا بالضبط هذا ويا شي السحولة باستي انه هذا المحلول السخين اللي راح يطلع. يقول راح يكون ترانسبيرنت يعني شنو ترانسلوسنت سوري ترانسلوسنت يعني انه يكون هيك شفاف مو كلير rather than صافي يعني مو صافي which would indicate virtually complete conversion of glucose. يقول لك وهذا من يتكون يعني انا صار عندي تحول كامل للجلوكوز. هذا ممكن يجينا سؤال نقول انه بالبيستي why بيستي is it translucent نقول لأنه هذا الجلوكوز كله تحول
اوكي كله لانه النشا ذاب كله وطانه جلوكوز، او ممكن يجيب لنا يقول ليش كلير انه ليش صافي، نقول انه بعده ما طالع عندي جلوكوز وبعد النشا ما ذايب. حلو، يعني هذا سؤال ذو حدين. and produce cohesive tablet. cohesive يعني شنو؟ يعني مرتبط متماسك. disintegrate that are really readily disintegrated or probably formulated. يعني يقول إنه أول شيء متماسك، وبعدين لما تيح الفرصة أو يقون الأوان إنه ينفك عن المركب راح تبدأ تنفك. هذا الستارش. أنتوا أهم شيء شو تركزون عليه الستارش بيستي؟ إنه نشا حطوا له مي وتحموه. أثناء الحمي مالته راح يطلع لنا ديكسترين وجلوكوز. من يطلع الجلوكوز كله راح يتحول لونه ترانسلوسنت. وما يصير كلير، إذا كان كلير بعد الجلوكوز ما طالع. هاي أهمها موجود بالسلايد. زين، الموديفايد ناتشرال بوليمرز. الموديفايد ناتشرال بوليمرز يقول هي عبارة عن إليجانت عن سيلولوز ديفايتز، يعني هنا ثلاث مركبات: ميثايل سيلولوز، هيدروكسي بروبايل ميثايل سيلولوز، هيدروكسي بروبايل سيلولوز. زين، ثلاث مركبات راح نحكي عن كل واحدة بيهن. يقول هنا كومون بايندر، تمام، هنا الكومون بايندر يعني شائعات، إذن يربطن شائعات يعني رابطات شائعات للأدهيزف للالتصاق. يستخدمن إدراي جافات for direct conversion على مود أضغط ضغط مباشر and aqueous solution أدهيزف للالتصاق. نأخذ أول واحد اللي هو hydroxyl cellulose، hydroxy probiol cellulose. هذا يقول استخدمه أزآن الكحول، مثل الكحول، مثل محلول الكحول. الهيدروكسي بروبايل سيلوز استخدمه مثل محلول الكحول، يمنع to provide an anhydrous adhesive. يقول لك هو محلول غير مائي، فأنا استخدمه مثل محلول كحولي. أوكي، هو غير مائي هذا شو اسمه، يعني من أريد أجي أخبطه وأفعله ويا المركبات على مود يربط لي ياهن، هو يشتغل على شكل غير مائي، محلول غير مائي. تمام، هاي شغلة. الشغلة الثانية، المحلول الثاني اللي أخذه اللي هو إثايل سيلوز. الإثايل سيلوز use only on alcoholic solution. هاي يقول لك هنا استخدمه بس كمحلول كحولي. expected to retard disintegration. يقول أتوقع من أداء أنه يفكك لي on dissolution time of drug in the other tablet when wet granulation is involved. يقول أنا لما أجيب هذا الإثايل سيلوز المحلول اللي هو استخدمه ككحولي وأحطه ويا wet granulation يعني جزيئات تكون رطبة، أنا راح أتوقع إنه هذا المحلول يفكك لهاي الجزيئات الرطبة. تمام، هذا هو الإثايل سيلولوز. البوليفينايل بايرولايدون الثالث يقول إنه هذا synthetic polymer used as an adhesive، يعني يقول هو أدهيزف يربط either on aqueous solution or alcohol. يقول هذا هنا أنا ربطه أكثر من استخدامه كمحلول كحولي. أوكي، also بعض القابليات ممكن أستخدمه كdry binder، يعني يقول هذا مختص بالadhesion والbinder أكثر مما أستخدمه كمحلول كحولي مثل الإثايا سيلولوز ومثل الهيدروكسي بروبايل سيلولوز. تمام، اللي أخذناهن أول اثنين. زين، نجي للديس انتجرانت. شنو هذا الديس انتجرانت؟ يفرق. الديس انتجرانت is added to most tablet formulation. يقول لك أنا هذا اللي أستخدمه من الأغلب الأدوية، الأغلب الحبوب، الأغلب مكونات الحبوب. ليش؟ فاسيليت بريك أب، حتى فاسيليت أجهز أو حتى أسرع من البريك أب، من انفصالهن أو ديستينجيوش، يعني أفصلهن واحدة عن الثانية. يعني هو هذا التابلت مثل حبات البوستول اللي نأخذها أفككها ولا ما تدخل من الجهاز الهضمي مالتنا. اللي يقول إنه this integrant may function by drowning water into the tablet, swelling and cause tablet to burst apart. يعني يقول لك هذا أول ما يجي يصير عليه مي، أو مثلا هو مو شاط مي، حتى أول ما يطب من خلال الفم مالتنا هذين الخلايا العابية ينبلع يوصل للجهاز الهضمي للأمعاء خاصة يبدي يتفكك. فحتى إذا حطيت له مي هو همين راح يتفكك. بالرسم هنا موضح لنا اياها، شوفوا هنا شلون هن هذني غير فعالات موجودات، يعني هيك غير فعالات فاعلهن هذني هنا ديس انتجرانت. هنا جاي بدن ينفخن، شوفوا الديس انتجرانت هنا وشوفوها هنا، اكو فرق بين هاي وهاي، بدت تنفخ. تمام، هنا ورا ما نفخت شوفوا لي هنا هاي مو نفخت، كونت لي مثل اواصر، يعني هنا هذه اواصر، خلت هذا الجدار اللي يحيط بيها يكون ضعيف،
من ضعف الجدار تفكك باعوا هاي كل واحدة صارت بجهة وهيك يسهل هضمها يسهل امتصاصها من جسم الإنسان. زين مثل يجزن الديسانتيجران أول شيء الستارش USB and various starch derivatives يعني يقول لك النشا. النشا هو أكثر النشا هو أكثر شو اسمه أكثر فاصل إحنا شو قلنا الديسانتيجران هنا فصلا أوكي. فيقول لك إنه النشا هو أكثر الفواصل استخداما يفصلا أو يبعد من بين المركبات مال الحباية. يقول لك هو رخيص والنشا هو الأكثر استخداما. تمام. أنواع starch typically used in concentration 5-20%. شنو الconcentration؟ شنو يعني الconcentration؟ يعني التركيز. يقول لك التركيز مال النشا 5-20% الوزن. Modified starch as primordial and exploitative, which are low substitute carboxymethyl starch, are used in lower concentration 1-8%. يقول لك أني النشا أستخدمه أما بتركيز 5-20% هذا النشا الطبيعي. أو يقول لك ممكن أسوي modified starch. يعني شنو modified؟ يعني أدعمه وأدخله ويا مركبات ثانية. مثل إيش؟ مثل primordial and exploitative. أوكي. low substitute carboxymethyl starch همينة. هذني أقدر أستخدمه بدل من 5-20% 1-8%. أوكي. وحتى ممكن الoptimal 4% يوصل. حلو. هاي إذا كان modified يعني إذا كان مدعم أو إذا كان النشا هذا دخلته مركبات ثانية. Various pre-gelatinized starch are also employed in this integrant. تمام. 5% concentration. هذا اللي pre-gelatinized. استقر شو إحنا أخذنا جيلاتين يعني يقول لك قبل لا ينفك أو هذا اللي قبل النشا هو هذا أقدر أستخدمه بأكثر من صيغة. الصيغة الأولى اللي أخذناها قلنا نسبتها 5-20%. الصيغة الثانية قلنا لما أدعمه ويا مواد مثل بريموجل مثل إكزوبلاتاب مثل كاربوكسي ميثايل ستارج قلنا هذا أستخدمه 1-8% وأقل شيء 4%. وإذا كان بري جيلاتينايزد أقدر أستخدمه بنسبة 5%. هذني حفظوهن بس هذني أنواع النشا وتراكيزن اللي أستخدمه كفاصل أو كفاك للارتباط. زين النوع الثاني اللي هو الكليز such as vegum okay and البنتوناين. شنو هذا البنتوناين؟ هذا البنتوناين يقول إنه هو مثل الطين همين أستخدمه كحشو. لما يدخل جسم الإنسان يبدأ يفصل بين المركبات مع الحقائي أو الدواء. أوكي. هو هذا يوز كديس انتجرانت نسبته 10%. شنو السيئات مالته؟ هذا السيئات مالته أوف وايت أبيليانس يعني يعطيني لون حليبي. هاي أول شغلة. ثاني شغلة ليس إفكتيف يعني شنو أقل فعالية يعني قابليته بالفصل قليلة. وبنفس الوقت ينطيني لون اوف وايت يعني لون شو اسمه لون حليبي مثل ما قلنا. تمام. هاي شغله. النوع الثاني النوع الثاني الاي سي دي اي اس او ال هو نيو ماتيريال نون ازوليتد للسيليلوز كلاس. يقول لك هذا ماتيريال جديد مصنع جديد استخدمه كفاصل. هذا يكون مرتبط ويا السيليلوز. حلو. يقول لك افايلبل متواجد وافكتيف فعال بتراكيز بسيطه قليله. انترنالي كوزلينج فورم صوديوم كاربوكسي ميثايل سيلوز يعني هذا الاي اس الاي سي دي اي سي اس او ال هذا يقول لك مركب جديد إفكتيف فعال وأقدر أستخدمه بكميات بسيطة. حلو. زين هسه وصلنا لللابريكانت. أنتي أول شيء أخذنا إيش قلنا؟ أول شيء أخذنا الديلوتنت. ثاني شيء ديسانتيجرانت. وهنا بأخذنا البايندر يعني خذنا شيء خفف الدواء خذنا شيء
ربط الدول ذن اللي قلنا اللي يبطلهم سويا وخذنا disintegrant اللي فصلهم. هسه بي من احنا وصلنا للابركنت او انتي adherent او الجلايدنت. هذني ثلاثة نفس المعنى، ثلاثة يمين عن الالتصاق، ثلاثة هن مثل المواد الشمعية اللي صمغية يكون يعني يمين عن انه فشي يلزق بشي ثاني. شمعية شمعية زيتية او ترطيب. حلو، يقول لك these classes of material are typically described together because they overlap function. هاي حلوة، overlap يعني شنو؟ يعني متناوبات بالوظيفة مالتهم. زين، a material primarily described as an anti-adherent. حلو، is typically also lubricant with some gliadent. يعني يقول لك properties، يقول لك يعني هو المادة اللي أنا أوصفها lubricant اللي مرطبة هي نفسها الجلايدنت وهي نفسها الانتي-adherent اللي تمنع الالتصاق. يعني ذني ثلاث معاني متقاربة. شلون راح نعرف إن كل واحدة راح نعرف شنو معناها؟ الأول اللابكنت يقول لك instead to reduce، يقول هاي استخدمها على مود reduce، أقلل الفريكشن الاحتكاك اللي يصير بين التابلت ejection between the wall of the tablet and the wall of the die cavity in which the tablet was formed. يعني يقول لك أنا أجيب إن اللابكنت هذا المواد المرطبة أو الزيتية أو الشمعية على مود أقلل الفريكشن، على مود أقلل الاحتكاك بينها وبين جدار الصبغة، بينها وبين جزيئات نفسهن يعني. أوكي، فهي لابريكنت مادة مرطبة أو مادة زيتية تقلل الاحتكاك. هاي أول واحدة. الثانية اللي هي الأنتي أدهيرينت، يقول هاي هاف بيربوس، الغاية مالتها تقلل الستيكينج، ريديوس ستيكينج. الستيكينج يعني تقلل الالتصاق. أوكي، أو أدهيجن أوف أني تابلت غرانيوليشن أو باودر، يعني قلل الالتصاق مع الباودر، تخلي الباودر فرش ما يلزق شيء بشيء. تمام، الجلايدنت تقلل الفلو اوف ذا تابلت جرانيوليشن اور باودر ماتيريال باي، تقلل الفراكشن. يعني هي نفس الشيء همات تقلل، شوفوا هذني شو اسمه الجلايدنت، هذا هيك مثل المحلول الملحي، هم تقلل التصاقه وهم تقلل تشكيله يعني بجزيئات يعني مثل قالب وشي. حلو، يعني هنا كلهن يقللن الالتصاق، كلهن يقللن شو اسمه يقللن الالتصاق والاحتكاك. تمام، زين، مثال عليهن الموست وايدلي يوز لابيكنت هو الستيريك اسيد، هذا اكثر شيء شائع الستيريك اسيد سولت. اند ديريفاتيفز، الديريفاتيفز يعني يقول لك مثل الكالسيوم والمغنيسيوم سيترات، يعني المشتقات من عنده. الستيريك اسيد هاي ملاحظه، يقول لك هو اقل فعاليه than those salt who also has lower melting point. يقول لك انه هو ذني الاملاح اللي هنا الكالسيوم والمغنيسيوم سيترات فعاليتهن اقوى من فعاليه الستيريك اسيد. هاي النقطه الاولى. الثانيه يقول لك النقطه مال الغليان مالته قليله. حلو، التالك هو second most common used tablet lubricant، هذا هم مركب وأكثر ثاني أكثر استخداما. The most talc sample found contained trace quantity of iron، يقول لك أغلب هذه المادة اللي اسمها talc اللي استخدمها كمشمعة أو زيتية تحتوي على iron، يعني شنو تحتوي على الحديد. يقول لك فلازم consider it carefully in any formulation contain، لازم ننتبه إنه إحنا وياما نخلطها حتى نكون الدواء، لأنه the breakdown مالته catalyze the process of iron، لأنه الذوبانية مالته أول ما تدخل الجسم راح تطلع لي الحديد، فأنا لازم انتبه لها. حلو، لازم انتبه لمن أضيفها ولمن أوصفها، هاي التالك. زين، بعد نكمل ال higher molecular weight polyethylene glycol، higher molecular weight polyethylene glycol and certain polymeric surfactant، هذا نهم ناتن مركبات، has been used as water soluble lubricant. water soluble يعني ذوبان بالماء. important note since lubricant is basically a coating process. حلو، شوفوا هاي ملاحظة كلش مهمة، يقول لك من الوقت بما انه since اللابريكيشن هاي العملية مال انه اني اغلف الجرانيول او اغلف الطوز، أغلفه أحيطه بمواد شمعية أو مواد صبغية يعني أمنع التساقه، يقول هاي مثل الكوتينج تغليفه، ف
final particle من size مال اللابريكنت. final يعني أصغر وأدق حجم من هاي المواد مال اللابريكنت هو اللي يكون more effective، أكثر فعالية. كل ما كان حجمها دقيق وكل ما كان حجمها صغير هو فعاليته أكثر من الحجم الكبير. تمام؟ زين نكمل بالأمثلة. most of material listed as lubricant also يقول لك أنا داي يحكينا أمثلة على anti-adherent يمكن نفسهم التالك، المغنيسيوم سيترايت، الستارش ديريفاتيفز، also الكولويدال سيلياكس، يعني نقول هنا نفسهم. حلو؟ زين المتر اللي استخدمه كجلايدنت همات تالك 5% من الكونسنتريشن يعتبر جلايدنت، الستارش 5-10% من الكونسنتريشن نفس الشيء، الكولويدال سيلياكس يعني نفس اللي فوق ونفس اللي قبلهن مثل الكاب او سيل او سيلويد او الايزول. اوكي يعني انا اقول اقدر المركبات كلها اقدر انا استخدمها كجلايدنت كلابريكنت وكانتي ادهيرنت نفس الشيء، بس باختلاف التراكيز يختلف الاسم. زين هسه لما وصلنا الكلر ملون، فلوفرز منكه يعني طعم، وسويتنر يعني شنو سويتنر محلي، اللون عفوا الطعم يحلى يعني شنو يحلى شكر. تمام يلا هسه خلينا نبدا اول شيء بالكلر بالالوان. ليش انا اغير اللون؟ ليش؟ شوف هاي نقطه ثالثه حلوه خلينا نبدا بيها. يقول more elegant to product. elegant يعني أنيق، يعني أنا أبلع الحباية لأن أنيقة. طبعا ما حد يشتهي الحباية يبلعها لأن أنيقة، بس هل فيها وجهة نظر أنه أنا أضيف لون على الحباية على مود يكون أكثر أناقة؟ ليش لا؟ على مود أتعرف على product. تذكرون بداية المحاضرة قلت لكم مثلا هاي حبوب منع الحمل لونها لون خاص يكون هيك براون، يعني جوزي طوخ على لون أكو ماروني طوخ أكو أصفر، فهيك يعني تكون product identification على مود أعرف المنتج مالتي ألونه، وقلنا على مود يكون elegant يعني هيك فيت شيء جذاب. distinguish of masking of color يعني شو يقولك حتى أتعرف إذا أنه أنا منتجات أو المركبات اللي أخليها تأثر على اللون مالتي، فيقولك أنه أستخدمه إذا كان مثلا أكو off color drug effect. availability التواجد مال natural vegetables color is limited يقول محدود. أنا ما أستخدم ألوان الخضروات الطبيعية. ليش؟ لأنه يقول هذا غالباً ما يكون unstable غير ثابت، فلهذا السبب أنا ما أستخدمها. هاي ملاحظة مهمة خليها ببالنا. ليش ما نستخدم الألوان الطبيعية مال الخضروات؟ لأنه تكون غير مستقرة. زين شنو هي الأنواع مال الداي؟ FD and C and D and C يعني ذن تحفظوهن تدرخوهن أسماءهن D and C والليكس داي. شنو هذا النيم؟ ال DNC وال FDNC يقولوا هي داي apply as solution مثل محلول. اوكي اللايكس absorb hydrous oxide and imply in dye powder. يعني الفرق بيناتهم النوع الاول اللي هو FDNC وال DNC تكون موجودة بsolution محلول، الثانية تكون بdye powder اللايكس. هذا الفرق الوحيد بيناتهم. انتو بس اعرفوا اسمان اكو هيك محاليل وقلنا احنا ليش نستخدم الالوان. تمام البريكوشن الأشياء اللي لازم أنتبه لها أنا لما أستخدم هذين الألوان الملونات. use water soluble dye لازم أستخدم صبغات يذوبا بالمي. تمام باستيل شيد usually show least mottling from uneven distribution final tablet. يقولك يعني أنت ما ممكن تشوف الشيد أو الظلال مال اللون يختلف عن النتيجة النهائية، فيقول أنا إيش لازم أستخدم؟ لازم أستخدم ألوان تذوب بالمي على مود تعطيني النتيجة الأكيدة أو اللون اللي أنا أريده. هاي شغلة. شغلة ثانية الوات غرانيوليشن إمبلويد كير شود بي تاكن تو بريفنت كلر ميجريشن ديورينج داينج. يعني يقول لك أنت لازم تنتبه هذان الوات غرانيوليشن ممكن يبعدن اللون أو بشكل ثاني يقول ممكن يصير عزل باللون أو إنه اللون يبتعد ويروح مثلا الزاوية الماء. يعني هو مو مثلا احنا حاطين طاسة وبيها اللون والمركب اللي انا اريده، يقول ممكن يصير migration يعني مهاجرة للون، يعني اللون ينعزل عن الجرانوليشن اذا كان ذني الجرانوليشن وات مبللة، فلازم اني انتبه بهاي النقطة. تمام هاي الشغلة الثانية. الشغلة الثالثة الكلر تابلت formulation should be checked
for resistance color changes on exposure light. يقول لك لازم همين أنا أتأكد من إنه هذني الألوان ما راح تتغير باختيار ما راح تتغير بهذا تغير الجو، يعني ما راح تتغير بتغير شو اسمه اللايت، ما تتأثر بضوء الشمس، ما تتأثر بضوء الكهرباء الطبيعي، تمام؟ أنا أقول لك أنا ما أريد هالسنسيتيف، أريد فشيء مستقر وخامل، حلو؟ النقطة الأولى قلنا إنه لازم تكون تذوب بالماي، النقطة الثانية قلنا لازم تكون يعني ما تهاجر، أوكي؟ يعني مو أخبطها ويا ويت جرانيليشن جزيئات تكون مبللة أو رطبة وتنفصل عنها، والنقطة الثالثة قلنا لازم نتأكد إنه هي ريزيستنس يعني عندها مقاومة لللايت لما نعرضها للضوء، ليش؟ إنه ما يقدر تتأثر. زين الفلافرز النكهات، النكهات are usually limited، يعني هاي يقول لك هاي خاصة بس للتشيوبل تابلت، بس للأشياء اللي ينمضغن، الأدوية اللي ينمضغن، مثل إيش؟ مثل حبة القرط، تمام؟ سوري ليش حبة القرط؟ حبة القرط ينمضغ، يعني ما إذا يترك عفوا ما إذا يترك طعم مو مريح أو طعم مو طيب بالفم. في هذا السبب نضيف منكهات. هاي المنكهات بها أنواع، تمام؟ النوع الأول water soluble flavor oil، زيتية تذوب بالماء أو زيتية أو dry جافة. اللي يذوب بالماء little acceptance هي الأقل قبول. ليش little accepting making because pore stable؟ يقول لك اللي يذوب بالماء هي أقل فعالية وأقل قبول، ليش؟ لأنه مو stable مو ثابتة، تمام؟ مو فتشي مرتكز أقدر أعتمد عليه. اللي oil الoil يعني الزيتية added tablet granulation and solvent are dispersed on clay and other absorbent or other immunosulfide aqueous granulation. The maximum amount of oil added to the granulation فهي لازم ننتبه لها. يقول لك أقوى عفوا هذني الفلوفال أويلز maximum amount added to the granulation without influencing على التابلت كاركتر هو 0.75%. المنكهات اللي تكون زيتية أقوى شيء ممكن أضيفه إلها أقوى تركيز هي 0.5 إلى 0.75%، هذا أقوى تركيز ممكن أضيفه للدواء. أكثر من 75% معناه هذا الدواء يتغير، صفاته راح تتغير. هاي أهم ما بالأويل، ركزوا على هذين آخر سطرين، تمام؟ آخر نوع اللي هو دراي، يقول هذا pharmaceutical product are also available for robots شو اسمه، يقول هذا في المركبات صيدلية يعني صيدلانية available متواجد من الفلوفال سبلايرز، يعني يقول لك متواجد من هذين المنكهات اللي دراي. السويتنرز يوز المحليات limited to chewable همين للأشياء اللي ينمضغن بالفم or limited to use sugar and tablet. ليش؟ باو احنا نسيت ناس قبل شوي ذكرنا لهم قلنا ممكن ما يفيد ان المريض عنده دايابيتس او مريض عنده هو نفسه سكر، تمام؟ راح ياثر عليهم ها شاء الله. شغله ثانيه يعتبرون كارسينوجينيك، يعني يعتبرون مواد مسرطنه، بعضهم لقوا تاثير عليه تاثير المواد المسرطنه. اولا هن بهن انواع مانيتول، تمام؟ ذني امثله مو بس انواع، يعني اكو بعد هواي انواع ثانيه. والساكرين يعني المانيتول تقريبا 72% من السويت السكرز يستخدمه، تمام؟ المانيتول 72% از سويت السكرز، يعني حلو بحالات السكرز. الساكرين از اونلي ارتفيشال سويتنر افايلبل 500 تايم سويتنر ذا سكرز، يعني يقول الحلا مال المانيتول هي نفس الحلا مال السكرز، والساكرين 500 مرة احلى من عندهم الحلا مالته. بس الديز ادفانتج انه شنو هنا؟ كارسينوجينيك after test يكونن بيتر، يعني شنو يعني يكونن مر، ولا ما يترك تأثير الحلو ترك تأثير مر، وبنفس الوقت تأثير سرطاني.
هسه النوع الاول من السويتنرز المحليات مال الادويه هو قلنا المانيتول والسكر. يعني المانيتول قلنا 72% هو نفس السكروز، والسكرين هو 500 مره احلى من السكروز. النوع الثالث هو الاسبارتام. الاسبارتام هو يقول نيو ارتفيشال سويتنر. يعني شنو نيو ارتفيشال سويتنر؟ هذا فد مركب جديد ذات از اكسبكتد لارجلي ريبليس سكرين. بعد يستخدموه اكثر من السكرين، بس الديز ادفانتج مالته لك للستابلتي، يعني شنو مو ثابت. هذا الماده من نضيفها للادويه ما تكون ثابته، تمام؟ ان بريسنس اوف مويستشر، وجود الرطوبه ما تكون ثابته هاي الماده. When use chewable tablet with this hygroscopic component، يعني شنو؟ يعني تتفاعل بوجود الرطوبة، تمام؟ تتفاعل ويا الهواء. يعني شنو تتفاعل؟ يعني تمتص الرطوبة من الهواء، هي عندها أقطاب فتمتص الرطوبة من الهواء. هاي الأسبارتام، يعني مادة غير ثابتة، على الرغم هي مادة جديدة وعد سووها بدل السكاين، بس قالوا لك هاي مادة غير ثابتة، هذا العيب مالتها. يقول it is necessary determine it is a stability under condition in which a product can absorb atmospheric moisture. يعني لازم تنتبه انه هاي necessary، لازم نلاحظ الستابلتي مالتها ثباتية حسب الحالة اللي تكون محيطة بالatmospheric moisture، يعني حسب رطوبة الجو اللي تحيط بها انا لازم استخدمها ويا الادوية، تمام؟ ملاحظة مهمة، يقول انه الاكسبيانت are the inactive part of tablet formulation. هذين الأشياء اللي أنا أضيفها للدواء للتراكيب مع الدواء يكونن inactive غير فعالات. They have direct influence on the quality. تمام، شوفوا أول جزء مهم إحنا أخذنا، قلنا الأشياء اللي نضيفها اللي هسه ذكرناها كلها من بداية المحاضرة لسه inactive غير فعالات. They have direct influence بس يأثر تأثير مباشر على الكواليتي النوعية والفعالية مال الفاينل برودكت. يعني هي نفسها غير فعالة بس هي تأثر على الحباية، تمام؟ يعني أنا من أضيفها بالحباية هي ما تأثر لي، يعني ما تتحد ويا الأدوية الكيميائية، ما تتحد ويا المركبات، لا غير فعالة. بس علي من راح تأثر على الحباية النهائية. من الطبل الجسم ممكن تفككها، من الطبل الجسم ممكن تربطها، يعني حسب ممكن أنا أسويها مثل أول واحدة اللي أخذناها اللي هي ديليوتنت، إنه أزود كميتها، فهي بنفسها غير فعالة. بس الفاينل برودكت المكون النهائي الحباية النهائية هي لها تأثير مباشر بها. The influence of conversion force on disintegration for various direct conversion materials. يقول لك طبعا تأثير مثلا مال الفصل يختلف. Some material have maximum disintegration، يعني يقول لك أنا لما أجي أعيد أفصل المركبات تختلف، ممكن بعضهن الماكسيمم مالتها تتطور من 200 الى 250 سكند، يعني ما اقدر افصلهن الا بمرور 200 ثانيه او 250 ثانيه regardless the conversion force، حسب القوه مال الضغط عندي اللي انا جاي استخدمها. The range studied but sometimes take longer time، يقول لك حسب، يعني هي حسب الوقت اللي انا جاي استخدمه، ممكن حسب، عفوا مو الوقت، حسب المركب اللي جاي استخدمه، ممكن يطول 200 ثانيه او 250 ثانيه، ممكن يطول فترات اطول، اوكي؟ حسب قوة الضغط وحسب المركب. انت لو تضغط بقوة عالية والمركب مالتك هش او المركب مالتك صلب، تمام؟ tablet conversion machine الجزء الثاني من الملزمة من اللكتشر. tablet conversion machine يعني هي المشين اللي مسؤولة عن تكوين الادوية، اقراص الادوية. التابلت كونفرجن من اسمها كونفرجن، تضغط الفورمولا. يعني شنو تضغط الفورمولا؟ يعني تضغط هذا الطوز اللي أنا أحطه بيها، تضغط المادة أو المركبات اللي أنا أجمعهن، المركبات الكيميائية عم تطلع لي القرص، تمام؟ كونتين دراج أو دراجز، يقول أما تحتوي على دواء واحد أو مجموعة من الأدوية، أوكي؟ التابلت كونفرجن ماشين أو تابلت بريسز هي هاي ضاغطة، يعني بغض النظر عن اسمها كونفرجن ماشين الكونفرجن ماشين او البروسيس. يقول التابلت كونفرجن ماشين او التابلت بروسيس ار ديزاين وذ فولوينج بيسك كومبوننت. هذني بيسك يعني موجودات بكل تابلت كونفرجن ماشين. اول واحد الهوبرز، فاوكي هذا اللي هولد الفيدنج جرانيوليشن. الفيدنج جرانيوليشن يعني شنو؟ ذني الجزيئات اللي تنوكل، هذا راح يحملها. عندنا الدايز، هسه راح نشوف شكله اللي هو هذا الجزء اللي تغير، هذا يصير حوله دايز. عندنا البونش، هذا بونش،
طبعا احنا عندنا الاوبال ولور البنش. اللور البنش فرق عن الاوبال هو بالطول مال النهاية مال تبعه، هذا القصير هذا الاوبال والطويل هو اللور. تمام هذن البنش والدايز اخذناهم. عندنا بعد شنو؟ عندنا الكاميتراك جايد موفمنت اوف بنش، هذا الكاميتراك هو اللي حدد الحركة مال البنش. عندنا الفيدينج ميكانيزم فور موفينج جرانيوليشن، وهذا الفيدينج ميكانيزم انه اللي حركة اللي يخبطها اللي مسؤول عن الحركة مال الجرانيوليشن جزيئات اللي انا احطها. تمام يقول بالنسبة للتابلت بروسيس are classified as either single punch or multi system. يقول اما هاي المكابس مال الاجهزة اللوحية راح نصنفها اما تكون single او تكون multi station، يعني شنو اكثر من واحد single punch or multi station. بالنسبة للsingle punch كل الconversion is applied by upper punch، يقول هنا كلهن يحتوون على upper اللي هو single. okay making single punch كلهن يحتوون على upper single punch، هذا يسحول stamping بس هذا يسوي مثل الطباعة. أما النوع الثاني اللي يكون multi station هذا ويا يقول هذا شبي هذا يكون multi station، ليش؟ لأنه يقول الhead مال التابلت ماشين hold upper punch okay ودايز واللور punch، يعني يقول هذا جهاز مالتي ستيشن أكثر من محطة بي أبغى لو بانش وبي دايز، يعني ما يشيل بانش واحد. البانش هو هاي المادة اللي أنا راح أضغط بيها مثل هاي، يعني أوكي هاي النهاية هاي النهايات اللي أنا راح أضغط بيهن هو هذا الاسم البانش. وقلنا عندنا لو وقلنا عندنا أبغى إذا اثنين موجودات بنفس الجهاز مالتي ستيشن وإذا واحدة هي بس تكون سنجل. تمام ساعدنا يقول النوتس الملاحظات يقول as the head rotate لما هذا الهيد يدور the punch are guided up and down by fixed camitak، يعني شنو يقول هو من يدور الشسمه الهيد الرأس هذا البنش راح يتحرك لفوق ولجوه، شلون؟ عن طريق مسارات كام ثابته هذا النوعين فيكس كاميتراك، هذين المسارات ثابتة بحركة البنش للأعلى وللأسفل. تمام هذا الشيء يسمح لي أن يملن فيلينج كونفرجن يعصن ويجكشن وشنو ويدفعن. يقول بالنسبة للبورشن مال الهيد جزء العلوي أو جزء الرأس hold upper and lower bunch هو اللي راح يحمل لي الأول واللور بنش are called upper and lower bunch turret، يقول إنه هذا البرج اللي راح يحمل هنا صحول البرج العلوي والسفلي. تمام البورشن اللي يحمل الداش يسحوله داي تيبل، التيبل مال الداي يعني هي الطبلة اللي راح تحمل لنا الدايز. حلو زين يقول بالنسبة للكونفرجن سايكل شلون راح تتم هاي الكونفرجن سايكل. الكونفرجن سايكل يقول انه هذني الجرانيوليشن جزيئات اللي ستور بالهوبر، يعني اللي هوبر هي مثل هيك قادوس او يعني هيك مثل الجزء العلوي اللي راح يستقبل ذن الجزيئات اللي مال الدواء into feed frame which has several interconnect compartments، يقول بيها أكثر من جزء أو من مركب وأكثر من مقصورة. compartment معناها شنو؟ معناها مقصورة، فيقول إنه هذا الجزء العلوي الهوبر اللي راح يستقبل الجرانوليشن بأكثر من مقصورة، هاي المقصورات راح تنشر الجرانوليشن على مساحة واسعة. تمام على يمن على الدايتوفيل على متبدي تملي. تمام انه بيقول شو راح توجه؟ راح توجه الكام بول داون للاسفل على مود جايد اللور بانش، على مود شنو تقود او تخلي اللور بانش بوتم تو ذا فيرتيكال تافل، انه شنو يصعد لفوق يعني بشكل عمودي يتحرك بشكل عمودي. اوكي زين يقول هنا بهاي البانشز راح تمر عن طريق ويت كنترول كام، يعني شنو راح نتحكم هسه بالوزن مالتها وما تحركت بشكل عمودي راح اتحكم بالوزن. اول شيء جبتها حطيتها بهوبر، الهوبر وزع الجرانوليشن تمام على مساحه واسعه وايد اريا، هنا بسحبنا البنش اللور بنش سحبناه بشكل فيرتيكال، هنا بتحكمنا بالويت مالتها، قللنا الفل مال الدايز ديزايرد اماونت حسب الاماونت اللي انا اريدها حسب الكميه اللي احنا نريدها. هنا بيقول ويب اوف blade at the end of feed frame remove excess granulation web off، يعني شنو يعني مثل اللي يجيبون مو شفرة وإنما هيجي هي فشي أشبه بالشفرة أو فد blade يعني فشي حاد راح نمسح فوق ال شسمه نمسح فوق النهاية مال هذه الأطار أو مال المكان اللي أنا حاطة بيه الجزيئات مال الدواء نمسح فوقها على مود أساوي الكمية.
تمام. And direct around the turret and back to the front feet fine. يعني يقول راح نمسح الزايد من أدهن ونرجع على مقدمة الإطار مال شو اسمه مال الفيد فاين التغذية. يعني شنو راح أصفيهن الزايد راح أوخره بمثل هاي الشفة. Next the lower bunch travel over the lower conversion old. يقول هاي lower bunch وما خلصناها ومسحناها وسويناها راح تروح للlower conversion يعني راح تنكبس lower conversion old. زين عايزة خلصنا الخطوات هذين. يجي شو يقول؟ يقول إنه wires to intensely the upper bunch right bends the upper conversion. إحنا قلنا upper bunch ويا upper conversion old واللower ويا lower conversion old. يقول بالنسبة للupper bunch راح تدخل عن طريق fixed distance into die. يقول إنه هاي اللكمات أو البنش الألوية راح تدخل بمسافة ثابتة ويا القوالب. تمام. لما نرفع اللكمات السفلية يقول هنا نوايا lower bunch إنه لما ترفع الرايز ترفع اللكمات السفلية تسكويز حتى تعصر عن compact تعصر أو تضغط الgranulation. حلو. زين يقول regulate the upward movement of lower bunch the high of the lower pressure rule is changed. يعني يقول أنا حتى أغير أو أنظم الحركة مال البنشات السفلية راح أغير الضغط. تمام. ولا ما ضغطت آني ال upper bunch are withdrawn شو هسويهن؟ راح أسحب اللكمات الألوية أو الأبر بونشز. ليش؟ لأنها راح تتبع البونش رايزين جام. تمام. يعني الموضوع أشبه عفوا من أنه أنا أجيب الأبر بونش بمسافة ثابتة من الداي بنفس الوقت اللي لو بي جاي تضغط وجاي تعصر الجزيئات مال الدواء. يقول regulate the upward movement راح أنظم الحركة الألوية on the lower bunches. Okay, of the lower bunches. الهاي مالتها راح يتغير بتغيير البرجر بتغيير الضغط راح يتغير. زين يقول انه هذين اللور بونشز هي عملية معقدة مو ضروري انت تركزون بها بقدر ما ضروري تفتهموها. تمام. يقول اللور بونشز رايد اب اند جام which is bring the tablet flush with slightly above the surface of the dye. The exact position determined by threaded bolt called junction knob. يعني شو يقول؟ يقول إنه أنا هحدد هذا الموضع الدقيق عن طريق مسمار ملولب. شو يصلحوا لهذا المسمار الملولب؟ junction knob يعني مقبض القاذف. تمام. التابلت ستريك سويب أوف راح نضربها. أوكي. على يمين راح نضربها على الجزء الأمامي من الفيد فريم اللي هو هذا الأطعمة مال التغذية. and slide down respectable at the same time lower bunches re-enter the pull down cam and cycle is repeated. والعملية نفسها هاي راح تنعاد. ملاحظات هنا الفيتشر such as الكابسيتي والسبيد يعني الكابسيتي القابلية والسبيد السرعة والماكسيمم ويت الوزن الأعلى وزن ممكن والبرجر هذين النيفير يختلفن ديزاين اكوايرمنت يختلفن حسب التصميم مال الأدوات اللي أنا أستخدمهن. تمام. but the basic element remain essential are the same. بس الأشياء البيسك الأشياء الأساسية تبقى متشابهة بالأجهزة بس إنه القابلية الكاباسيتي السرعة الوزن الضغط هذين يختلفن باختلاف شو اسمه الأنواع. أوكي. واختلاف الضغط هذين يختلفن بس الأشياء البيسك الأساسية متشابهات. التابلت ماشين اوتبوت از ريجوليتد باي 3 بيسك كاركتر. يقول شنو اهم شيء بالتابلت ماشين الكاركتر؟ تعتمد على النمبر تول سيت على عدد الادوات مثلا الدايز الاور او لوور بنشز يعني اذا كان سنجل او كان ملتي ستيشن. تمام. يعني على حسب نوع الاداه تعتبر على الكونفرجن ستيشن كم مركز يتم به الكونفرجن العصر او الهاي والروتيشنال سبيد شنو السرعه مال الروتيشن مالتها. تعتمد على العدد مال المجموعات يعني الأدوات واللكمات الألوية والسفلية. أوكي. وقلنا تعتمد على عدد المحطات مال الكونفرجن وتعتمد على السرعة. تمام. زين يقول شنو هي البربوسينج يوز روتيتري تاب ماشين. بشكل عام in general all rotatory press are injured يعني يقول كل هذني
المكابس مصممة for fast and economical production for all kind tablets. يقول كل هذني المكابس أنا مصممتها على مود تنتج لي إنتاج سريع واقتصادي. تمام. اللارج ماشين كان ريتلي بروديوس سيفرال مليون تابلت. هذين الأجهزة اللارج ماشين الأجهزة الكبيرة تطلع لي أكثر من ملايين الحبوب بالدي باليوم الواحد. And their performance can be graded. يقولوا هذا موجه to continue low maintenance operation. تمام. May modified and option can be obtained from various manufacturers. يعني شنو يقول؟ ممكن أنا أحصل على أكثر من تعديل وأكثر من خيار من الشركات المصنعة. يعني هي حسب الشركة اللي صنعت الجهاز وحسب نوعية الجهاز وساعته. يقول one modification تعديل واحد يقول موجود بمعظم المكابس اللي هي تكون حديثة وعالية السرعة، يستخدمون hydraulic or pneumatic pressure. شنو هذا الضغط الهيدروليكي أو الهوائي؟ هذا الضغط الهيدروليكي والهوائي اكتشفوا أنه راح يتحكم بلفات الضغط بدلا من الضغط من النوع الزئبري. تمام. يقول هذا control pressure rule in place of other spring type of pressure. يعني يقول اكتشفوا أنه الضغط الهيدروليكي أو الهوائي اللي يستخدموه أفضل من الضغط الزئبري اللي كانوا يستخدموه، راح يتحكم بالضغط بصورة أفضل. تمام. زين، شلون راح يتحكم بالضغط بصورة أفضل؟ خلينا نوضح. نقول إنه smoother pressure يعني شنو؟ ضغط أكثر سلاسة وقوة. load force يعني قوي وسلس. تمام. more accurate and can be set with closer tolerance يعني شنو؟ يكون أكثر دقة وحتى يمكن أضبطها ويا closer tolerance يعني درجات متفاوتة تفاوتها يكون قريب. Which don't change with time or fatigue يعني ما تتغير لما مرور الوقت أو التعب مال الآلة. فأنا ليش استخدم الضغط الهيدروليكي؟ هاي نقاط مهمة. الضغط الهيدروليكي استخدمه أو الهوائي بدال الضغط الزئبقي لأنه smooth pressure ويكون loud force يعني يكون الضغط مالته أقوى والضغط مالته أكثر سلاسة، وبنفس الوقت أني أقدر أضغطها بأكثر دقة وأضغطها بتفاوت قريب وما تتغير بتغير الوقت أو بالتعب مال الآلة. زين، يقول الكونفرجن ماشين تورينج لازم بيها أشياء. شنو هذين الأشياء الكونفرجن؟ أول شيء لازم ستيتيفاي ذا نيد دوزج أند فورميتي. يعني شنو؟ لازم ستيتيفاي تلبية النيد الاحتياجات مع توحيد الجرعة. يعني أنا أريد الجرعة كلهن بنفس الكمية كلهن بنفس الجرامات، مو واحدة زايدة عن الثانية بجرام أو ملي جرام. تمام. efficiency production يعني شنو efficiency؟ يعني كفاءة بالإنتاج. aesthetic appearance يعني شنو؟ لازم مظهر تجميل، يعني لازم تكون كلهن بنفس المظهر كلهن بنفس الوزن وكلهن بنفس الكفاءة مال الإنتاج. تمام. هسه ملاحظات مهمة. ملاحظات يقول إنه several type عادة من الستيل several type أنواع مختلفة من الستيل من المعادن غالبا ما تستخدم من قبل شركات الكومبرجن تولينج اللي تضغط. تمام. وهذين راح يختلفون حسب التوت حسب الويدستاند سايكليك كومباكتينج فورس وحسب الوير ريزيستنس. يعني شنو يقول؟ يعني المتانة اوكي والليونة ومقاومة التآكل. الوير ريزيستنس هي مقاومة التآكل، الكومباكت فورس هي قوة الضغط مع الأدوية تحمل الضغط مع الأدوية، وعندنا شو اسمه الإلاستيسيتي المرونة مالتها. يقول هذين المعادن راح يختلفن باختلاف أنواعهن بهذين النقاط الثلاثة اللي هي الإلاستيسيتي المرونة والريزيستنس المقاومة والكومباكت فورس قوة التحمل مال الضغط. يقول نقطة ثانية no single steel type have high resistance abrasion wear and high difficulty. يقول ماكو أي نوع فولاذي no ركزونا على كلمة no single steel، يعني ماكو أي نوع فولاذ بالعالم يتحمل ويكون قابل غير قابل للتآكل. تمام. إنه عنده مقاومة عالية للتآكل أو الكشر. تمام. إنه لا كلهم يتآكلن. السلكشن لازم يكون مال البيست ستيل. شلون راح نختار؟ على عدد صفات. اولا اكسبيرينس اكوموليتد هيستوري اوف برودكت اند بينج تابليتد. يعني شنو؟ يعني حسب الخبره والتاريخ. تمام. مع المنتج اللي انا جاي استخدمه. هاي وحده. الثانيه سلكشن اوف روبر ستيل، يعني لازم اختار فولاذ مناسب فور سبيسيفيك يوز لاستخدام مناسب.
ثلاثة، لازم اختار الشيب مال البونش تيب، الشيب يكون مناسب، يعني لازم الشكل مال الطرف يكون ملازم تمام، سواء استخدم الديبوزينج او نوت. They expect conversion force، يعني تتحمل قوة ضغط متوقعة. Material by process abrasion or corrosive، يعني المواد اللي تتعالج أو اللي تكون قابلة للتآكل لازم أختارهن تمام، يعني لازم أعرف إنه مواد غير قابلة للتآكل أو أقل قابلية، لأنه إحنا مثل ما قلنا فوق بالملاحظة الثانية ماكو single steel أدى resistance للأبريزيف، يعني ماكو واحد غير قابل للتآكل، بس أكو مواد أقل قابلية، فأنا هذين اللي المفروض أختارهن. بعد نكمل بالملاحظات، يقول tooling can be made، هذين الأدوات with certain information، إنه يقول ممكن نصنع من information خاصة produce visible unequally tablet product، يعني يقول ممكن هذين الأدوات أصنعهن بالمساعدة في إنتاج لوحة بشكل فريد واضح، بس هذين يكون غالبا ما expensive. يعني شلون؟ يعني يقول كل شركة من شركات أدوية هي تتفنن company name or sample، اسماء الشركات او علامات او عفوان التريد نيمز، الدوزج ستانج عفوان الناشنال دوغ كود اللي هو NDC، يعني يقول هذني قوة الجرعة، رمز مال الدواء الوطني، يقول يمكن تسجيل هذني البنشات لانتاج اقراص سكورد يعني مرقمة، وبوديوز ان ايكلي امبرست او انغرافد تابلت، يقول هذني التابلت المطبوعة مثلا، احنا مرات نشوف الحبايات مطبوع بهن رقم او مطبوع بهن حرف او مطبوع بهن اسم، يقول هذني ممكن استخدم شركات معينة تعطيني آلات معينة مطبوعة بهن تمام. even though tooling design would appear be limitless، تمام يقول tooling design limitless، يعني هذا غالبا ما يكون غير محدود، يعني مو في شيء انا اقدر احده، بس يقول انه practical aspect بعض الجوانب العملية do limit تحد من implantation. ليش تحد من implantation؟ بسبب الموفمنت مال التول اثناء الكومبرجن، نقول بسبب حركة الادوات اثناء الضغط. يعني اول شيء قلنا احنا بغض النظر عن الشركات اكو هواية هواية طوابع، هواية اشياء ممكن انا اطبعهن على الدواء، هواية نقوش او حفورات محفورات او منقوشات اطبعهن بدون limitation، okay limitless ما إلى حدود. بعدين قلنا هذه الحدود ممكن تجينا بسبب الحركة مال الأدوات، الحركة مال جهاز الضغط اللي أنا جاي أستخدمه، اللي يتكون لي that certain tablet shape or counter configuration perform better than others. يقول أثناء العمل راح تواجهني مشاكل. تمام. During normal use أثناء الاستخدام الطبيعي البنش and die become one حارات. تمام. وبعد مو حارات وإنما متآكلات. وممكن هذا cyclic application هذا التطبيق يسوي لنا stress ضغط أو يسبب لنا إجهاد. تمام. للستيل وفتيك بايك. يعني ممكن يتعب الفولاذ وينكسر بسبب هذا الوان. يعني هذني البنشز اللي أنا جاي استخدمه ممكن يتآكلن. ويسبب أن تأكل بالفولاذ وينكسر. هاي واحدة. الثانية immobile storage and handling can be readily used damage، يعني يقول التخزين والمناولة الغير صحيحة ممكن هم تؤدي إلى ضرر بالأدوات. The bunch tip are especially delicate and susceptible to damage if the tip make contact with each other، يعني يقول هذين التبس إذا التقن بشكل حصري مع بعض راح يكون عرضة للتلف، إذا كانت ذني راح النصائح أو الصفائح يتلامسن مع بعض، أوكي ذني الأبراج إذا كانوا يتلامسن مع بعض راح يكون عرضة للتلف، أوكي. or the brass turret of an insertion or removal tool. تمام. solving tool problem، شلون أنا أحل هاي المشاكل؟ حل هاي المشاكل يقول لتجنب tool damage تلف مال الأدوات compressive load or pressure، يقول شسمه compressive load والpressure are the pressure role must be translated، يقول لازم يترجمون الضغط أوكي والأحمال، أوكي pressure role والحمل، الحمل والضغط لازم يترجمون إلى حساب ضغط عند الضغط مال الثقب للبنش تب.
يعني شو يقول؟ يقول أنا لازم أتعرف على نوع الضغط اللي أستخدمه أو كميته حتى أتلافى الدمج أو التلف اللي جاي يصير عندي. As the tablet punch diameter, يقول كل ما كان البنش القطر مال البنش قل, less force is required, قوة أقل تستخدم على مود ينتج لضغط البنش face. Okay, since the face represents smaller fraction of the unit area. يقول أني حتى أقلل التلف مال الصفائح لازم أتعرف على الضغط مال البنش. فيقول أني كل ما كان البنش هذا اللي استخدمه اللي عودكم صوته كل ما كان القطر مالته صغير, كل ما كان هذا البنش فيس يعني يحتاج إلى قوة أقل, كل ما كان القوة مالته صغير كل ما كان يحتاج إلى بجر أو ضغط أقل على مود يصعد مثلا فكشن احتكاك أو تلف بهم. تمام, يعني يقول فد الدايميتر الصغير هو الأفضل. زين, المشكلة الأولى the speed of the die table is such that the well time die under the feed frame is too short, allow adequate or constant gravity filling of the die with granulation. يقول إنه هي هاي السرعة مع الوقت السكون للقالب قصيرة جدا للسماح الجاذبية إنه تملي القالب. ليش هيك يصير؟ يصير الأسباب معناتها بسبب ملء القوالب بشكل غير صحيح. Granulation زي unsatisfactory weight. تمام, اختلاف غير مرضي unsatisfactory and ununiformity يعني مو شكل واحد. زيادة بالتابلت يعني هذا المشكلة هاي جاي تطلع لي شو اسمه الحبوب شكلها مو صحيح مو منظمات يعني, وبنفس الوقت unsatisfactory. Similar result can be occur in poorly following granulation. الحل مالته استخدم مغذيات عالية يعني شنو ميشينايز فيدر. تمام, ليش؟ على مود employ على مود أوظف الفورس granulation into dyes. تمام, المشكلة الثانية المشكلة الثانية تقول إنه the high table output rate more than buses demand that granulation hopper be filled at frequent interval. يعني شنو قصده؟ معدلات إخراج الأقراص العالية للمكابس الزن الحديثة لازم كل ساعة عدل على فترات متكررة. يعني لازم كل ما كان القوس أكبر كل ما كان هذا يحتاج إلى تجديد التابلت. الهوبر يحتاج إلى تجديد كل ما كان القوس أكبر. يقول هذا شلون إتلافة هاي المشكلة؟ أول شيء low weight tablet إنه أطلع له أقراص أدوية تكون low weight. تمام, وتكون بول ويت فاريشن يعني وزنها قليل واختلافها بالوزن بول ما موجود. تمام, هاي شغله. السوفت جرانيوليشن انيبل تو فاوند فورمد انتو تابلت يعني ما اسوي سوفت ناعمات هذني الجرانيوليشن جزيئات او التحبب الناعم ما اسوي. زين, التولينج از يوجوالي اند يقول عاده ما الادوات تتدمر خاصه ويا من ويا التابلت اللي يكون ثين رقيقه باي بونش being forced together without any granulation between them. بسبب هذا relatively low volume of pellets hopper filling hopper by hand on high speed bus is insufficient. تمام, بسبب الحجم المنخفض نسبيا من هذا الهوبر يقول انه اذا ملينا الهوبرز عن طريق يعني بالايد على على مطابع أو الكونفرجن يكون سرعتهن عالية, فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا زيادة بالبنش دمج إنه الخطأ مال التلف مال البنش راح تزداد. هذا هنا شلون نعالجه؟ يقول العلاج هنا راح يتم عن طريق ميشينايز إكوايبمنت. تمام, تطوير معدات ميكانيكية to develop حتى أحصل على low degranulation على مود تتحمل جزيئات into bus hopper. يقول على مؤسس تكون معدات ميكانيكية تتحمل هذا التحبب اللي granulation الحبيبات اللي جاية فوزهن آني بالهوبر. تمام, زين, البروبلم الأخيرة عندنا يقول إنه الهاي ريت
tablet output more than a button for a call for a higher frequency or even continuous monitoring. يقول أني هذني تحتاج ترددات عالية ومراقبة مستمرة. شلون أتلافى هاي المشكلة؟ هاي المشكلة تتلافى monitor the force each conversion station. كل محطة أنا لازم أراقبها. Monitor also capable in taking corrective action. يعني يقول إنه هذني أكو مونيتورز هي شاشات جاهزة للمراقبة. Altering the amount of diffle and maintain fixed force. Ejection tablet that out specification counting document of machine operation. يعني يقول أنا أكو أجهزة أو شاشات هي تقدر تملي القالب بالكمية اللي أنا أريدها. تمام. وتعدهن وتوثق الماكينة على طول التشغيل. يقول almost all cases tablet come off tablet machine bear excess. يعني يقول تزداد على شكل powder. يعني يقول تقريبا كل الأجهزة أو الحالات تقريبا الأجهزة اللوحية مالتهم شاح تحمل راح تحمل excess powder. يعني شنو يعني مسحوق زايد ويتم تشغيلها خلال الدي داستر. تمام. تشتغل بهاي الفترة remove that excess على مود توخر هذا الفائض. مثلا هذا عندنا مثال على هاي المشينة اللي يصحوا له توماس تابلت سينيشيا. هسه تمام انتهت المحاضرة الثالثة. Thank you about listening. خلونا نرجع البدينا بي المخطط. بداية المحاضرة أخذناها على شكل جزئين. قلنا تابلت ديزاين اند فورميشن. أخذنا أنه عرفنا أنه ليش أنا أسوي ديلوتنت للأدوية. عرفت ليش أسوي بايندينج الهن. ليش أسوي لابريكيتينج. وليش أسوي ديزانتيجريشن. هذين الأربع أقسام عرفنا أكو بعضنا راح نحط لهن ألوان. بعضنا نحط لهن منكهات. وليش زين عرفنا أني ليش شو اسمه أكو بعض الأدوية أحط لهن أكثر من جزء من هذين الأجزاء الأربع. يعني جزء أكو binding، جزء أكو diluted، جزء اثنينات سوية. هذين قدرنا نجاوبهن. الجزء الثاني عرفنا tablet forming المشين من تتكون أجزائها، شنو الميكانيزم مالتها، شنو الميكانيكية، شنو المشاكل وشنو الملاحظات وشلون حلينا هاي المشاكل. الجزء الأول من المحاضرة هو الجزء الأهم. أتمنى تكونون افتهمتوا. إذا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار تقدرون تكتبوا لي بالكومنت وأنا جاهزة أجاوبكم.